في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين. وأرجو أن يكون في لقائنا هذا يعني الخير والفائدة. وفي الحقيقة أنا يعني ما أقدم إلا شيئا مما عندكم، وكل ما هنالك هو عبارة عن يعني مذاكرة للأمور ومدارسة حتى يعني نستطيع أن ننهض بأساليب تعليم اللغة العربية. مبدئيا أرجو إغلاق الصوت من الإخوان الذين عندهم أطفال أو كذا، أرجو إغلاق الصوت. إخوان الكرام، طبعا اللغة يعني اللغة العربية من أعظم اللغات ومن أوسع اللغات، بل أزعم كما قال كثير من العلماء أن اللغة العربية هي. فأقول إخوان الكرام، لا عجب أن يختارها الله لتكون لغة القرآن الكريم، الكتاب المعجز. لذلك يقع على معلم اللغة العربية عبء كبير حتى يعلم هذه اللغة. ولا ننسى أن هناك الآن فجوة كبيرة بين اللغة العربية التي نعلمها وبين لغة المجتمع، فنحن نعاني من هذا. المجتمع يتحدث اللغات العامية، وإذا كان المجتمع خليطاً من البشر والجنسيات المختلفة فهناك عاميات وليست عامية واحدة، مما يشكل عقبة في التعليم، ومما يشكل عبئاً إضافياً على المعلم في عمله. لكن طبعاً على المعلم أن يبذل جهوده. قبل أن نبدأ بتفاصيل هذه الأساليب، أقول إخواني الكرام، هناك قواعد عامة لا بد أن يتذكرها معلم اللغة العربية. طبعا حتى ينجح معلم اللغة العربية في عمله، لا بد أن يمتلك مقومات النجاح وهي كثيرة. أولا أن يكون يعني متمكنا من مادته، ذا شخصية قوية، ذا يعني حكمة في إدارة الفصل، ذا إخلاص في العمل. إذا كان متمكنا من مادته وقادرا على العطاء ولكنه غير مخلص وغير ويعني عدم الإخلاص ينهي العمل، سيضيع الوقت ولن يعطي. فإذا تضافرت فيه كل هذه الأمور، فيبقى عنده أسلوب الأداء، طريقة الأداء. وأنتم تعرفون أن الطلاب في الفصل الواحد كثيراً ما تجدونهم ينصتون إلى معلم من المعلمين ويحبونه ويكونون منضبطين في فصله، على حين أنهم في بعض الحصص الأخرى هم أنفسهم لا يكونون كذلك. فإذن للمعلم دوره. أقول إخوان الكرام، هناك قواعد عامة وأمور أساسية لابد أن يعيها المعلم قبل أن يكون أن يشرع في عمله. النقطة الأولى أن اللغة تعتمد في الأساس على السماع والمحاكاة. فأنتم تعرفون أن أجدادنا العرب القدماء في العصر الجاهلي والعصور الأخرى، حتى الأميون منهم يعني الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، كانوا فصحاء، كانوا يستخدمون اللغة العربية استخداما صحيحا. إذا سمعوها فهموها بدقائقها، وفهموا اختلاف العبارات فيما بينها،
حتى إذا كان اختلفت كلمة واحدة يميزون هذا الاختلاف، لا يلحنون في لغتهم إذا تحدثوا، يتحدثون اللغة العربية السليمة. لماذا؟ لأنها لغة المجتمع، فإذا هي تعتمد على السماع وعلى المحاكاة. الجنين في بطن أمه إخواني الكرام يبدأ بسماع اللغة من أهله ومن من حوله من المحيط حوله، يعني بعد تقريبا 40 يوما أو أكثر من عمره في وهو جنين في بطن أمه يولد ويستمر بالسماع، وعندما يتحدث أهله يعجبون من هذه الكلمات التي يقولها ومن أين جاء بها. لماذا؟ لأنه كان يختزن هذه الكلمات، سمعها كثيرا فرسخت في ذاكرته، فعندما استطاع النطق نطق بكلمات يعني أهله يتعجبون متى سمعها ومتى عرفها. فإذا السماع أساسي، ثم المحاكاة والتقليد. أيضا اللغة لها أربعة فنون لابد أن ندرك المعلم ذلك، هي استماع وتحدث وقراءة وكتابة. الاستماع والتحدث هما الفنان الشعبيان اللازمان للتواصل بين الناس في التفاهم فيما بينهم. وطبعا اللغة أخواني الكرام من يعني مهامها التواصل بين الناس، كذلك طبعا هي حاملة للتراث، هي أداة للفكر وصانعته، فالإنسان يفكر في اللغة. المهم، فلذلك لابد أن يهتم المعلم بهذا الجانب، جانب التكامل اللغوي، وأنه يراعي هذه الفنون كلها في تعليمه. كذلك إخواني الكرام لابد من التكرار، الطالب ينسى، لذلك المهارة التي تدرس لابد أن يعمل المعلم على تكرارها. ليس معنى ذلك أن يعيد الدروس كاملة أبدا، ولكن أن يطبقها وأن يذكر بها. يعني مثلا في درس جديد، مثلا هنا مثلا أبنائي في هذه الفقرة انتبهوا، مرت معنا مهارة كذا التي درسناها، من يستخرجها لنا مثلا على سبيل المثال، وهكذا. فلا بد من التكرار والتذكير والمراجعة. كذلك لمت الجملة الاسمية، تبدأ بجملة اسمية قصيرة من كلمتين، خالد بطل، الله هو ربنا مثلا، ثم تبدأ بتكبير الجملة. طبعا عندما تحلل يقولون هذا مبتدأ وهذا خبر كلمتان، لكن بعد ذلك تنمي الجملة فتعطي جملة من ثلاث كلمات، من أربع كلمات، من خمس كلمات، وتطلب تحديد المبتدأ والخبر. ترتقي بعد ذلك فتطلب تحديد المبتدأ والخبر في فقرة. لماذا؟ لو كان في جملة سهلة، الكلمة الأولى هي المبتدأ يعني محلولة، لذلك ترتقي من الجملة الصغيرة إلى الجملة الكبيرة أو الأكبر أو الكبيرة، ثم إلى الفقرات. نعم. ولا بد كذلك أن يربط بين المهارات، هناك علاقات بين المهارات، فلا بد أن يربط بينها. على سبيل المثال لا الحصر، هو يدرس مثلا الهمزة المتوسطة، أحيانا الإعراب هو الذي يتحكم في رسمها، مثل جاء أصدقاؤك، فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، الضمة جعلت الهمزة على واو، استقبل أصدقاءك مفتوحة أصبح لأنها مفعول، هذا مفعول به منصوب، فأدى إلى ذلك إلى أن تكون الهمزة على السطر، رحب بأصدقائك على نبرة، وهكذا. فلا بد أن يربط بين المهارات. أيضا أعطى مثلا المعلم المفعول المطلق، ثم بعد ذلك أعطى المفعول لأجله، يربط بينهما ويقارن، وهكذا. أيضا التوظيف هذا من الأمور المهمة جدا،
يركز عليها وستتكرر معنا. التوظيف، كل شيء تدرب عليه لابد من توظيفه. على سبيل المثال دربت على العنوان، العنوان طيب، يمكنك أن تدرب على هذه المهارة من خلال عدد من القطع القصيرة تأتي بها وتقول للطالب ضع عنوانا لهذه وهذه وهذه وهكذا، أو اختر العنوان المناسب أو العنوان الأنسب ولماذا معللا وهكذا. دربت على التشبيه في البلاغة مثلا، فتقول له شبه كذا بشيء يبين مثلا جماله، يبين سرعته، يبين وهكذا. دربت في النحو على مثلا الفاعل، وظف كلمة محمود في جملة من عندك على أن تكون فاعلا، واضبطه بالشكل هكذا. طيب أكلت التفاحة، وظف كلمة التفاحة في جملة من عندك على أن تكون مبتدأ، طبعا حتى يغير الفتحة إلى الضمة. لاحظنا لابد من التوظيف، كل شيء ندرب عليه لابد فيه من التوظيف. طيب أيضا عندنا تكامل جوانب التدريب، تكامل جوانب التدريب كيف؟ يعني مثلا مهارة معينة فرضا الصفة، كيف أدرب عليها تدريبا متكاملا؟ من جوانب التدريب أدرب على تحديدها، تحديدها، تحديد المهارة. من جوانب التدريب أدرب على ضبطها. من جوانب التدريب أن يبين الطالب الموصوف. من جوانب التدريب أن يوظف كلمات معينة في جمل من عنده على أن تكون صفات مضبوطة بالشكل وهكذا. فلا بد من أن يضبط الصفة مبينا السبب، وأن يعرب الصفة وهكذا. أيضا عندنا تنويع الأساليب عند تكرار المهارة. بعض المعلمين يقول والله أنا هذا الدرس أحسست أن طلابي لم يفهموا فسأعيده لهم، فتجده يعيد الدرس بالطريقة ذاتها. لا بد من التغيير، غير الأمثلة، غير الأسلوب، غير الطريقة، وسنجد بعد سنرى بعد قليل مثلاً معه. فلا بد من التنويع، تنويع الأساليب. طبعا التكرار في الطريقة نفسها يفيد بلا شك، لكنه قد يفيد قليلا، لكنك عندما تغير ستفتح عقولا أخرى. العقول التي لم تستطع أن تفتحها بالطريقة الأولى التي قدمت بها الدرس ستستطيع أن تفتحها بالطريقة الثانية وهكذا. طيب أيضا لابد من الإعداد الجيد، وهذا معروف. طبعا إخواني الكرام الإعداد أنواع. أولا عندنا الإعداد النفسي أو الاستعداد النفسي، يعني أن تجهز نفسك على أنك ستدخل وستدرس وتنسى كل شيء ما وراء ذلك، هذا أولا. الاستعداد الذهني، وهو أن تقرأ الدرس أو أن تجهز المهارات التي فيه، وأن تضع لها الأمثلة، وأن ترتبها، وأن تضع خطوات لتدريسك، بما تبدأ وما الذي الخطوة التي بعدها وما الخطوة التي بعدها وبما تنتهي وهكذا. تمام؟ فلا بد من الإعداد إخواني الكرام. ثم يأتي الإعداد الكتابي، يعني تثبيتا للإعداد الذهني. من الإعداد الذهني أيضا أن يعني تضبط الدرس، إذا كان عندك مثلا درس نصوص أو درس قراءة، أن تضبط كلماته وأن تتأكد من صحة الضبط. مثلا كلمات غير مضبوطة تضبطها ضبطا صحيحا، والضبط تعرفون يعني له أثر في المعنى، فلا بد من الضبط الصحيح. كذلك إخوان الكرام الوسيلة، الوسيلة لابد أن تكون جيدة واضحة، خطها كبير، ليست وسخة، نظيفة، حتى لا يشمئز منها الطلاب وينفر ولا ينفر منها. عفوا. أيضا لابد أن تكون مدروسة مفيدة. يعني على سبيل المثال بعض المعلمين يأتي بالوسيلة ويعلقها ثم لا يجد نفسه يعني بحاجة إلى استخدامها، فلماذا أتيت بها إلى الفصل؟ يعني فقط لمنظر يعني. أيضا بعضهم يأتي لوحة خطها صغير
حتى يأتي بالدرس كله. يا أخي هاتي لوحة فيها فقرة واحدة وخطها كبير حتى تستفيد منها. يخرج الطالب إلى اللوحة فيقرئه يعني بالكاد يستطيع الطالب أن يقرأ كلمات الدرس. أما الباقون فلن يستطيعوا الاتباع فيها لأن خطها صغير، فإذا هي لا فائدة منها. فلا بد من التشويق بالوسيلة أن تكون واضحة نظيفة مشوقة وهكذا سليمة اللغة. طيب لا بد من التشويق إخوان الكرام، التشويق تجذب به الطالب، وهناك أساليب للتشويق، منها مثلا طرح لغز طبعا يتعلق بالمادة، طرح مشكلة، عصف ذهني في حل المشكلة معينة. لابد من التشجيع إخوان الكرام، الطلاب يهابون أحيانا، فإذا سمعت من الطالب إجابة يعني مناسبة أو إجابة قريبة شجعه، حتى وإن كانت خطأ شجعه، كان فيها جانب من الخطأ شجعه ونبهه إلى الخطأ حتى يشعر الطالب بالأمان، وأنه يعني إذا اشترك فلن يخسر، بالعكس هو المستفيد. لابد أن تذلل العقبات للطلاب، يعني مثلا وجدت أن يعني مهارة معينة أنت شرحتها ولم تجد ثمرة فيها عقبات، حاول أن تذلل لهم، تقول لهم ما المشكلة، ما الذي لم تفهموه، وأن تشرح لهم بطريقة أخرى، وأن تزيد لهم الأمثلة وهكذا. طيب نبدأ الآن بتعليم القراءة الجهرية. أولا لابد في بداية السنة أن يبين المعلم لطلابه أهمية القراءة وأنها مفتاح العلوم، تقول لهم القراءة هذه أولا إذا قرأت قراءة صحيحة فإنك ستفهم فهما صحيحا، وإذا قرأت قراءة بسرعة مناسبة فإنك ستتغلب على الوقت الذي ستقضيه في الدراسة إذا كنت يعني بطيئا في القراءة. إذا قرأت قراءة صحيحة ستكون قادرا على تثقيف نفسك بقراءة الكتب المختلفة. إذا قرأت قراءة صحيحة ستوفر على نفسك جهدا كبيرا في قراءة أسئلة الامتحانات والإجابة عنها، فلا بد من التوعية بأهمية القراءة. أيضا إخواني الكرام، بعض المعلمين لا يعطي الوقت الكافي للتدريب على القراءة، فتجده يعطي وقتا قصيرا، يعني أو مثلا تكون القراءة شيئا عابرا في الحصة. إذا كان طلابك ضعافا في القراءة فقلل المناقشة واهتم بالقراءة. هذه من عندي نصيحة، لا تقل لي وماذا أفعل سيضيع الوقت مني، يا أخي هم ضعاف، القراءة هذه تقوي اللغة أساسية، هي مفتاح الدراسة، فلا بد من الاهتمام بها وإعطائها الوقت الكافي. أيضا المعلم قدوة، كيف؟ يعني لابد أن تقرأ لهم أنت، لا تقل لهم فقط اقرأ، لابد أن تقرأ لهم شيئا ولو جزءا ولو فقرة من الدرس، وليس هذا فقط، بل أن تقرأها لهم قراءة سليمة معبرة فيها كل مواصفات القراءة الصحيحة، الصوت واضح، السرعة مناسبة، النبرة واضحة، مخارج الحروف صحيحة، الضبط سليم، ضبط بنية الكلمات، ضبط أواخر الكلمات، الوقوف على ساكن وهكذا. فلا بد أن تقرأ لهم حتى يقلدوك، وكما قلنا اللغة سماع ومحاكاة في الأساس، فهم يسمعون منك ويحاكونك. أيضا بعد أن تقرأ أنت تبدأ بإقراء المجتهدين، والمجتهد هذا هو رافد لك، رافد للقدوة، فالطالب الضعيف أو المتوسط سمع منك ثم سمع من المجتهد فازداد تعلما وفهما قبل أن يباشر هو القراءة. أيضا عندنا استغلال كل الفرص لتحقيق القراءة. للأسف
للأسف إخواني الكرام بعض المعلمين ينسى هذا، فعندما تكون يكون يأتي الأسئلة هو الذي يلقي الأسئلة، هو الذي يقرأ الأسئلة، الأسئلة موجودة هو يقرأها ويطلب الإجابة. لا، اطلب إلى الطلاب أن يقرأوا. من يقرأ السؤال الأول؟ تستمع إلى الإجابة، وإذا كتبت الإجابة أقرئهم الإجابة أيضا، أقرئهم الإجابة، يعني هم يقرؤون الأسئلة ويجيبون ويقرؤون الإجابة بعد تصويبها طبعا. وكذلك الأمثلة، أنت عرضت أمثلة لدرس معين، طيب لماذا لا تطلب إليهم القراءة؟ لا بس إذا أردت أن تقرأها أنت يعني إعطاء القراءة الصحيح اقرأها، ولكن أقرئهم بعدك، أقرئهم. فهذا استغلال لكل الفرص المناسبة للقراءة. طيب أيضا عندنا التكامل اللغوي في التدريب على المهارات، هذه نقطة ذكرناها بشكل عام ونعود إليها ونوضحها هنا. إخواني الكرام، أي مهارة تقدمها في البلاغة، في النحو، في أي شيء، لابد أن تمر بهذه الفنون الأربعة. يعني مثلا تدرب على الحال، لابد أن يستمع الطالب إلى عدد من الجمل التي فيها الحال ويراعى فيها يعني نطق الحال نطقا مميزا بنبرة معينة أو بصوت أعلى أو وهكذا يشار إليه، تمام؟ يعني عاد الرجل من عمله متعبا، كيف عاد الرجل متعبا، عاد الرجلان من عملهما متعبين، كيف عادا متعبين، وهكذا. فلابد إذن أن يستمع الطالب إلى جمل سليمة تتضمن المهارة. اثنان، لابد أن يتحدث هو بجمل سليمة من خلال التوظيف طبعا تتضمن هذه المهارة أيضا مضبوطة بالشكل. ثم عندنا القراءة والكتابة، يقرأ جملا فيها هذه المهارة قراءة سليمة مراعيا ضبط هذه المهارة، ويكتب جملا فيها هذه المهارة، جملا منقولة أو جملا من عنده أيضا وهذا أفضل، أو يكتب من هنا ومن هنا. إذن لابد من تطبيق التكامل اللغوي في كل مهارة. أي مهارة ندرب عليها يستمع إليها الطالب بلغة سليمة، يتحدث بها بلغة سليمة، يقرأها قراءة سليمة خلال نصوص أو جمل، ويكتبها كتابة صحيحة. أيضا إخواني الكرام عندنا التدريب المرحلي على قراءة النص. كيف؟ بعض الطلاب ضعاف في القراءة والمعلم يعاني في تدريبهم، نقرئهم فنجدهم متعثرين، الله أكبر الله أكبر، نتوقف قليلا فقط من أجل الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله. أستاذ ما في صوت. حاضر حاضر. طيب لا بأس، نكمل إخوان الكرام. أقول فكثير من المعلمين يعاني من ضعف طلابه في القراءة، فالغريب أننا نجدهم يجيبون عن الأسئلة، أسئلة الامتحانات، إجابات يعني جيدة. لماذا؟ يعني خصوصا أن يعني كثيرا من يعني البلاد العربية الآن، وأنا طبعا المستمعون عندي قد يكونون من غير يعني من مواطن شتى، أهلا بهم جميعا، فتحدد أهدافا للدروس، وبالتالي الطالب حفظ يعني الأهداف لها أسئلة محددة،
وإجاباتهم محددة. فالطالب يحفظ هذه الأهداف، يحفظ هذه الأسئلة وإجاباتها. فلذلك الدراسة تكون في كثير من الأحيان بعيدة عن النص، وهذا خطأ، بعيدة عن النص. يعني كثيرا ما نجد المعلم يطرح الأسئلة والإجابات ويحفظها الطلاب وهم لم يفهموا دقائق النص، وهذا خطأ كبير، خطأ جسيم. أعود فأقول إخواني الكرام، طلابك ضعاف، دربهم على القراءة المرحلية. كيف؟ مثلا عندك نص من النصوص، ابدأ بالبيت الأول وبالشطر الأول فقط، بالصدر، صدر البيت، اقرأه أنت واطلب إليهم ترديده. قل يا فلان، قل يا فلان، قلوا معا، تمام، رددوه ترديدا صحيحا، تنتقل إلى عجوز البيت الشطر الثاني، رددوا معي، رددوا. طيب نردد البيت كاملا، تمام، ترديدا فرديا وجماعيا، فرديا وجماعيا. انتهينا من البيت الأول، نأتي إلى الشطر الأول من البيت الثاني. انتهينا من صدره، نأتي إلى عجزه. انتهينا منه، نقرأه كاملا، البيت الثاني كاملا. انتهينا من البيت الثاني، من يعيد لنا البيتين معا؟ لاحظوا، حتى لا ينسى، حتى لا ينسى الطالب البيت الأول والثاني. ننتقل إلى البيت الثالث، نبدأ بصدره ثم بعجزه. انتهينا، من يقرأ لنا الأبيات الثلاثة؟ وهكذا. بهذا الشكل إخواني الكرام نعزز قراءة النص. أنا مر بي طلاب، يعني رأيتهم في زياراتي للمدارس أو كذا، طلاب في المرحلة الثانوية ولا يستطيع الطالب أن يقرأ بيتا واحدا. فبهذه الطريقة أنت تقضي على الضعف. طيب أيضا لابد من جودة تصويب الخطأ القرائي. المعلمون حيال ذلك أنواع، بعضهم وأقول لا أقول بقى، قد لا ينتبهون إلى الخطأ الذي يقع فيه الطالب، بعضهم قد لا يعرف الخطأ، بعضهم كما يقول المثل أذن من طين وأذن من عجين. بسم الله، يسمع الخطأ ويعرض عنه، ولا سيما إذا كان عنده زائر، تمام، إذا كان عنده الموجه الفني أو رئيس القسم أو كذا، يعني حتى لا يعني تظهر العيوب، فيسكت عن الخطأ، وهذا خطأ. الفني الذي عندك يسمع ويريدك أن تصحح للطالب، فكيف تغض بصرك عن ذلك، يعني توضي سمعك عن ذلك؟ لا يجوز. فلا بد من أن تصوب له. طيب الآن كيف تصوب؟ بعض المعلمين يصوب للطالب مباشرة، أخطأ في كلمة فيقول كذا، يرده. والغريب أيها الإخوة أن الطالب يستمر في القراءة ولا يعيد هذه الكلمة الصحيحة. لو أقرأته بعد دقيقتين سيخطئ الخطأ نفسه. هو لم يعر يعني تصويبك اهتماما، هو منشغل بتحليل الجمل والقراءة، وكذلك الطلاب لم ينتبهوا. لذلك ليس من الجيد أن تعطيه الصواب مباشرة. كيف؟ تقول له حبيبي قف، أعد الجملة، الجملة الأخيرة، أعد الجملة، أعادها فأخطأ. حبيبي الكلمة التي بعد كلمة كذا أو قبل كلمة كذا كما تريدون، تمام، فيها شدة على أي حرف كذا؟ طيب أنت لم تشدد هذا الحرف، أعدها وشدد. أو مثلا حبيبي هذه الكلمة التي بعد كلمة كذا، ما الحرف الثالث فيها؟ ماذا بعده؟ بعده مد يا أخي، بعده مد بالألف، لم تمد، أو عليه ضمة وأنت فتحته، وهكذا. توجهه التوجيه الصحيح وتقول له أعد، أعاد الكلمة صحيحة، أعد الجملة صحيحة. فلان، واحد آخر، طالب آخر، أعد حبيبي الجملة، وتسأل الضعاف، تسأل الضعاف، فلان أعد الجملة، ممتاز بارك الله فيك. طيب الطالب هذا الضعيف، أنت حاولت معه، حاولت معه ولم تفلح. طيب هناك فرصة أخرى لأن يعني يشتغل معك الطلاب الآخرون، من يصوب له؟ هذه تلجأ لها في النهاية، عجزوا تعطيهم أنت،
هكذا جودة تصويب الخطأ القرائي. طيب إخواني الكرام، أيضا عندنا توزيع فرص القراءة على الطلبة. بعض الطلاب، بعض المعلمين يقرأ المجتهدين فقط وينسى الضعاف. لا بد أن تقرأ أكبر عدد ممكن، ولا بد من التركيز على الضعاف. أنت أقرأت بعض المجتهدين، نعم لأنهم قدوة، ولكن لا بد من التركيز على الضعاف وإقراء معظم الطلبة. أيضا بعض المعلمين من أخطائهم أنه يقرأ الطالب والطالب مجتهد، ويقرئه ويقرئه فترة طويلة وفقرة كبيرة. لماذا؟ هو طالب مجتهد جيد القراءة، استغل الوقت في إقراء الضعاف، لا يجوز ذلك. طيب أيضا، وهذه نقطة مهمة، لا بد من التأكد من اتباع الطلبة في الكتب في أثناء القراءة. إخواني الكرام، الطالب الذي ليس معه كتاب، والطالب الذي لا ينتبه، لا يتبع في الكتاب، ذهنه شارد، يتكلم مع صديقه، يكتب، يفعل أي شيء، هذا لن يستفيد من القراءة، لا من قراءتك ولا من قراءة زملائه، لن يستفيد. لا بد أن تتأكد أيها المعلم أن طلابك يتبعون في الكتب. أولا طبعا بالنسبة لنسيان الكتاب لابد أن تحاسب عليه، إذا لم تحاسب ستجد نصف صفك، نصف طلاب صفك ليس معهم كتب، لأنك لا تحاسب. حاسب، ودائما ورقة المتابعة معك، دفتر المتابعة معك، تسجل فيه كل هذا، تضع خانة معينة أو حقلة معينة لنسيان الكتاب، مجرد أن تضع نقطة فيه فقط، نقطة أو التاريخ مثلا 2/4 نسي الكتاب في هذا، في هذا التاريخ بهذا الشكل. طيب كيف تتأكد من الاتباع؟ تنبههم في البداية، أبنائي سأقطع قراءة الطالب وأقول فلان أكمل، وإذا لم يكمل من الكلمة التي وصلنا إليها فسوف تنخفض درجته، تمام؟ تنخفض درجته، يعني مثلا لو كانت قراءته ممتازة ويأخذ مثلا 4 درجات، من 4 درجات سأعطيه درجتين فقط لأنه لم يتبع وأضاع عن نفسه الفائدة، هكذا. فعندما تطبق هذا دائما سيتبع، وأنت تنبههم في بداية الحصة، جاء الإصبع تحت الكلمة. طيب وأنبه إلى شيء هنا إخوان الكرام، بالنسبة للابتدائي خاصة للصفين الأول والثاني، المعلمة أو المعلم يقرأ من الكتاب ومن اللوحة، يا ترى أيهما أولا؟ اللوحة. لماذا؟ الطالب ضعيف لا يعرف الكلمات، فلذلك أنت أولا عرفه هذه الكلمات من خلال اللوحة. أنت تقرأ وتستخدم المشيرة أو العصا يعني تحت الكلمات، وانتبه ليس فوق الكلمة حتى لا تغطيها، تحت الكلمة، تمام؟ والطالب الذي أخرجته ليقرأ أيضا يستخدم المشيرة، وإذا قرأ بسرعة قل له اقرأ بهدوء حتى يتبع معك، يضع المشيرة تحت الكلمات ويقرأ. فهنا التلميذ يرى الكلمات وهي تحتها المشيرة فيحفظها، فعندما ينتقل إلى الكتاب يحاول أن يميزها، لكن أن تقرئه من الكتاب أولا لن يعرف، تمام؟ سيضيع. طيب نكمل أيضا إخوان الكرام، المهم هو الكيف وليس الكم. يعني أقول لك، ليس شرطا أن تدرب على قراءة الدرس كله، درس قراءة مثلا، خاصة القراءة النصوص، لا تحتاج إلى الكل، لكن دروس القراءة وهي طويلة، ليس شرطا أن تدرب على قراءة النص الدرس كله، المهم هو الكيف في التدريب على القراءة الجهرية. وطبعا القراءة الجهرية أخواني الكرام معروف أن لها مهارات عدة، صحة مخارج الحروف، القراءة المتصلة، القراءة المعبرة، ضبط بنية الكلمات، ضبط أواخر الكلمات، الوقوف على ساكن، تمام؟ وهكذا. كل هذه طبعا أنت في تدريس القراءة في الحصة الواحدة تركز على مهارة منها تركيزا، أقول ولا تمتنع ولا تهمل المهارات الأخرى. يعني مثلا عندك نص من النصوص تركز على جانب الإلقاء المعبر،
تمام، لكن هذا لا يعني أن تغفل تصحيح الخطأ في الضبط مثلا أو يعني الحروف أو كذا إلى آخره. نعم طيب، فالكيف هو المهم، يعني أن يقرأ لك الطالب سطرين صحيحين خير من أن يقرأ لك ثلاثة أسطر أو أربعة ومليئة بالخطأ. هذا مهم جدا. تسألني الآن، طيب أستاذ كيف أغطي بقية الدرس وأنا مطلوب مني أن يعني أعلمه للطلاب وأن يفهموه؟ أقول هناك حل. عندنا القراءة للمناقشة، أنت مثلا عندك جوانب تناقش ستناقشها موجودة في فقرة معينة، هي مثلا الفقرة الرابعة مثلا، خلاص تدرب على هذه، على قراءة هذه الفقرة الرابعة. تمام، من يقرأ لنا الفقرة الرابعة؟ تدرب عليها إما قراءة شهرية وإما قراءة صامتة، تقول لهم مثلا في دقيقتين اقرأوا لنا هذه الفقرة التي تبدأ بكذا وتنتهي بكذا حتى نناقشها، ستغطي أمر القراءة لتحقيق المناقشات. طيب أيضا إخواني الكرام، لابد من وضع درجات حقيقية للقراءة. يعني الطالب هذا عندما يجدك تضع له درجة كاملة وهو قراءته متعثرة متقطعة محافلة بالخطأ، لن يهتم بتحسين نفسه، يقول الأستاذ هذه يعني يعطينا الدرجات. الطالب أحيانا لا يعرف مصلحة نفسه فيعطينا الدرجات هكذا، فلماذا يعني يهتم؟ لكن عندما يجدك تحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، على السرعة، على صحة مخارج الحروف، على ضبط البنية، على ضبط أواخر الكلمات، عندها سيهتم بالقراءة وسيعرف أن كل ذلك مهم. أيضا عندنا نقاط التشجيع، هذه نقاط التشجيع لها طرق، إما أن تكون من خلال دفتر المتابعة الذي هو مصاحب لك دائما تضع فيه درجات. حتى أخي بعض الأحيان يعني المعلم يقول منهمك أو كذا وليس عنده الوقت الكثير، حتى استخدمه شكليا أحيانا بعض الأمور، لكن لا أقول دائما، لا بد من استخدامه. أو أن يكون هناك لوحة في الصف، إذا كان طلابك محترمين وعندكم ضبط للفصول، يعني ليس هناك من يخربها تمام في الفرصة، فعندك لوحة بأسماء الطلاب تمام أمامك، وتضع بجانبها مثلا لواصق، هذه إما مغناطيسية أو غير ذلك، يعني نقطة للطالب في نهاية الحصة، تقول والله تفتح دفترك فلان أخذ نقطتين زيادة، يعني درجتين تمام، أو مثلا كل أربع نقاط بدرجة كما تشاء أنت تحدد لهم تمام، فلان أخذ هذه الحصة نقطة، فلان لم يأخذ تمام بهذا الشكل. فهذه نقاط التشجيع طالما أن لها رصيدا من الدرجات فسيهتمون بها، سيهتمون بالمشاركة. نعم طيب، أيضا إخواني الكرام، أحيانا بعض الطلبة قراءتهم يعني يقرؤون لكن للأسف بطيئون في القراءة، يقرؤون ولكن ببطء، يقرؤون قراءة صحيحة ولكن بطيئة. ما الحل؟ طبعا تكثيف التدريب هذا معروف يعني للطالب، أنت تركز عليه على الضعيف في الحصص، في وقت القراءة. كذلك التكرار، كيف؟ يعني هذا الطالب البطيء قرأ لك الجملة قراءة بطيئة صحيحة، تقول له أعدها حبيبي أريدها أسرع قليلا، تمام؟ أعادها مرة ثالثة أريدها أسرع قليلا، وهكذا. هذا جانب. عندنا أيضا طريقة أخرى هي مسابقة العرض السريع المتدرج. مثلا أنت معلمة أو أنت معلم للصف الأول ابتدائي أو الثاني الابتدائي، تعلم كلمات، تأتي بهذه الكلمات في بطاقات، كلمات مركبة مثلا أو مدروسة يعني من الدروس، ترفعها لهم هكذا، انتبهوا أبنائي أنا سأعرض عليكم هذه الكلمات بسرعة، انتبهوا إلى البطاقة سأعرضها وأخفيها بسرعة، أريد من يعرف قراءة هذه الكلمة، ما هذه؟ هكذا بسرعة. طبعا السرعة هذه أنت تتحكم بها، يعني إذا مثلا كانت السرعة سريعة جدا ولم يعرفوا تعيدها ولكن بشكل أبطأ تمام، عرضا أبطأ، ما هذه؟ بهذه الطريقة. هذا الأمر يجعلهم يفكرون جيدا ويعني يعطون الإجابة.
أيضا من طرق القراءة السريعة، يعني مثلا في المرحلة الإعدادية أو المتوسطة تكتب جملة مثلا، تمام، جملة من 3 كلمات من 4 كلمات، ترفعها قليلا وتنزلها. ما نوع الجملة السابقة مثلا؟ من الأسئلة، أسئلة متنوعة، مثلا هي جملة فعلية، ممتاز، طيب ما الفاعل فيها؟ وتكون أخرته مثلا، يعني قرأ الدرس الجديد محمود مثلا، ما الفاعل فيها؟ محمود، ممتاز، من يقول الجملة كاملة؟ وهكذا. والمعلم يتدرج معهم، يعني يبدأ بعرض كلمات مفردة، وقد يبدأ بالحروف في الصف الأول مثلا، يبدأ بالحروف، ما هذا الحرف، ما هذا الحرف، تمام، فينتقل من عرض كلمة إلى عرض كلمتين معا وهكذا. فأنت تبدأ مع طلابك حسب مستواهم في الصف الأول، في الصف الثاني، في الرابع، في الخامس، في السابع، في أي صف، تمام، تعرض عليهم، قد تعرض الجمل من خلال شاشة، شاشة عرض مثلا، أو السبورة الذكية، تمام، مكتوبة، تلفاز، وهكذا، يعني للصفوف الكبيرة جملة طويلة قليلة. طيب الآن ننتقل إلى شيء آخر، هو تدريس النحو. إن شاء الله نبدأ به اليوم ونتمه غدا، لأننا يعني موعدنا ساعة واحدة إن شاء الله اليوم حتى لا نثقل عليكم، وغدا إن شاء الله ساعة أو أكثر حتى ننهي الكلام. الآن اليوم نكتفي بساعة واحدة، نبدأ بتدريس النحو. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، عودا على بدء، أذكر بالتكامل اللغوي في تدريسي، ولا أعيد أن أشرح مرة أخرى لأنني ذكرته لكم، يعني الطالب يستمع إلى المهارة، يتحدث بها، يقرأها، يكتبها باختصار. ثانيا، التوظيف وسلامة اللسان. التوظيف مهم جدا، يعني تقول له مثلا وظف مثلا كلمة كذا في جملة من عندك على أن تكون مفعولا مطلقا، إذا كان درسك المفعول المطلق، تمام. طيب وظف كلمة كذا من جملة، من خلال الجملة، خذ هذه الجملة، هذه الكلمة من الجملة، وضعها في جملة من عندك على أن تكون مثلا مفعولا به، وهكذا. التوظيف مهم جدا، والتوظيف مع سلامة اللسان، ليس فقط يعني مثلا جاء محمود، بارك الله فيك، ممتاز، لا، جاء محمود، قل له اضبط، جاء محمود، ضرب زيد عمرا، لابد أن يرفع الفرد، أن يرفع الفاعل وأن ينصب المفعول به، هذا هو التوظيف الصحيح. الأسلوب التعجب مثلا، بعض يعني الصفوف الابتدائية، يعني مثلا في الثاني أو الثالث، نسيت والله، أسلوب التعجب مقرر، فبعض المعلمين يعني يتعجب، يقول أستاذ هذا الطالب في الصف الثاني أو الثالث، كيف أقول له ما أجمل السماء، ضع فتحة، لا يا أخي، هذا إلى النحو لا نطالبه بالإعراب، لا نطالبه بمستوى الثانوي في الإعراب، وإنما نقوله قل ما أجمل السماء، فقط هكذا، يحفظها منك، ما أجمل السماء، ما أوسع البحر، هكذا بالتقليد والمحاكاة، دون أن نقول له مثلا هذا مفعول، مفعول به، هذا فعل، وهذا مفعول به، لا لا، أبدا أبدا، فقط ينطق نطقا صحيحا. طيب أيضا تنويع مستوى التدريب، كيف تنويع مستوى التدريب؟ عندنا مثلا تدريب معين، هو مثلا تحديد المهارة، من التدريب على المهارة النحوية أن يحدد الطالب المهارة. كيف ننوع مستوى التدريب؟ نبدأ بالجمل القصيرة، جملة من كلمتين، من 3 كلمات، ثم جملة أطول، ثم جملة أطول، ثم من فقرة، لاحظنا، ودائما من الفقرة يكون أصعب، نعم، وهذا هو المستوى الجيد للتحديد. للأسف أحيانا بعض المعلمين لا يناقشون مهاراتهم إلا من خلال جمل قصيرة، وهذا يجعل الطالب يعني يجعل الأمر سهلا جدا عليه، يعني قد يختار الكلمة يعني عفو الخاطر، هكذا يصيب فيها عفو الخاطر دون فهم. طيب أيضا إكمال الجملة بالمهارة، تعطيه جملة وتقول مثلا أكمل الجملة بصفة، أو إعطاء جملة كاملة، يعني تبدأ أنت بإكمال الجملة، تمام، أكمل الجملة بصفة، ثم تقول له مثلا اجعل كلمة كذا صفة في جملة من عندك، نعم، هكذا.
فهذا تنويع مستوى التدريب. أيضا عندنا ربط المهارة بأشباهها، هناك مهارات متشابهة، يعني مثلا أنت تدرب على المفعول معه، تمام؟ تذكرهم بالمفعول به وتقارن بينهما حتى لا يخلطوا هم بين المهارتين. أنت يا معلمة المرحلة الابتدائية دربت على أسماء الإشارة والآن تدربين على الضمائر، ذكري بأسماء الإشارة لأنهم يخطئون ويخلطون بين هذه المهارة وبين هذه المهارة، ذكري بها. فإذا ربط المهارة بأشباهها وتمييز كل منها بوضوح. دربت على المفعول المطلق ثم تأتي للمفعول لأجله، حاول أن تدرب على التمييز بينهما في جمل وتقول لاحظوا هنا مثلا ركض الحصان ركضا، لاحظوا ركض ركضا، لاحظوا التشابه ركض ركضا. لكن مثلا عندنا دافع الجندي عن وطنه دفاعا، ذهب الجندي إلى المعركة دفاعا عن وطنه، أيهما جواب لماذا؟ الثاني، لماذا ذهب؟ دفاعا، هذا المفعول لأجله. فلا بد أن يعني يقارن المهارات المتشابهة. أيضا عندنا إيراد كلمة في مواقع نحوية متعددة. كيف؟ دربت أنت على مهارة معينة، مثلا دربت على ظرف الزمان والمكان مثلا، فتأتي بكلمة في جملة تكون ظرفا وتضع معها جملا أخرى فيها الكلمة نفسها، ولكن على أن تكون مرة فاعلا، مرة مفعولا به، مرة اسما مجرورا، مرة مضافا إليه، مرة مبتدا، وهكذا. مثلا كلمة صباح، مثلا الصباح جميل، هذا مبتدا، طلع الصباح، خلق الله الصباح، إن الصباح جميل، اسمه إن، يا له من صباح جميل، من اسمه مجرور، شمس الصباح مشرقة، وهكذا. يذهب الناس إلى أعمالهم صباحا. فالطالب يميز لك المهارة الجديدة في جملها ويميزها من غيرها ويميز غيرها، فإذن هو يتدرب على المهارة الجديدة ويذاكر المهارات الأخرى السابقة. دائما إتقان المهارات السابقة يساعد على معرفة المهارات الجديدة. طيب مثلا لاحظوا هنا هذه الجمل، خالد نشيط، خالد تلميذ نشيط، استيقظ خالد نشيطا، النشيط محبوب، نجح النشيط، كافأ المعلم النشيط، يعني خبر، صفة، حال، مبتدأ، فاعل، مفعول به، اسم مجرور، اسمه إن، وهكذا. نعم. أيضا لابد من العناية بالضبط وتقويم اللسان، وذكرنا ذلك سابقا، لكن نؤكد عليه هنا عندما نذكر النحو، لابد من التدريب على الضبط. يعني مثلا بعض المعلمين يكتفي بأن يقول له مثلا للطالب وظف كلمة كذا بدلا في جملة من عندك، وظفها، قل له اضبط يخلط. طيب ماذا استفدنا؟ إخواني الكرام، ما نشأ النحو إلا لتقويم الألسنة في البداية، ما نشأ النحو إلا لتقويم الألسنة، لذلك الضبط مهم. لا تقل له وظف فقط كلمة بحيث تكون صفة، لا بأس، هذا سؤال ليكن مرحليا، لكن انتقل منه إلى المرحلة الأعلى، وظف كلمة كذا في جملة من عندك على أن تكون صفة مرفوعة، صفة مجرورة، صفة منصوبة، وهذا يسمى التوظيف المشروط. نعم. طيب أيضا عندنا تكامل جوانب المهارة، يعني الطالب يحدد المهارة في نصوص، يضبطها ضبطا صحيحا، يبين فائدتها أيضا، وهذه مهمة جدا إخواني الكرام، مهمة جدا بيان الفائدة. كيف؟ يعني مثلا محمد مجتهد، مجتهد هذه ماذا بينات؟ أخبرتنا عن محمد. لو قال واحد محمد وسكت نقول له ما به، أخبرنا، يقول مجتهد، شكرا لك، فهمنا، أنت الآن أخبرتنا أنه مجتهد. ذهب سعيد إلى عمله مساء، ماذا بيّنت كلمة مساء؟ دلت على الذاهب، الشخص الذاهب، يقول لا. دلت على المكان الذي ذهب إليه، لا.
على ماذا دلت؟ بينت على وقت الذهاب، على زمن الذهاب. بارك الله فيكم، ممتاز. من يضع استفهاما مناسبا عنها؟ فيقولون متى ذهب فلان إلى عمله. تمام؟ طيب، قرأ الطالب الكتابة، ما وظيفة الكتاب في الجملة، في هذه الجملة؟ فيقولون دلت على المقروء، دلت على المقروء. المعلم يدرب على الفاعل والمفعول به. تمام؟ قرأ الطالب الكتابة، الطالب قارئ فهو الفاعل، الكتاب مقروء فهو مفعول به، قارئ فاعل، مقروء مفعول. تمام؟ فتح الباب محمود، الباب هو المفتوح مفعول به، محمود هو الفاتح هو الفاعل، وهكذا. فهذه فائدة، يبين الفائدة. تمام؟ يعني وظيفة الكلمة في الجملة، يعني أنا سأقول الفائدة أو الوظيفة. طيب، أيضا عندنا التحويل إخواني الكرام. عندنا التحويل، كيف التحويل؟ يعني مثلا أنت يا معلمة المرحلة الابتدائية، وأنت يا معلم المرحلة الابتدائية، تريد أن تعلم طلابك مثلا الضمائر. كثير من المعلمين للأسف يركز على يعني فقط على الحفظ، يقول عدل الضمائر، مثلا ضمائر الغائب هو هي هما هم هن، بارك الله فيك. ثم يسألهم، يسألهم يقول هم لماذا تستخدم؟ فيقولون للجماعة الذكور. طيب هن، وهكذا. هذا تعليم نظري لا يسمن ولا يغني من جوع، يفيد قليلا نعم، لكن ليس هذا هو المطلوب. أنت تستطيع أن تحقق ذلك من خلال التحويل. يعني مثلا أتحدث عن سعيد فأقول هو تلميذ مجتهد، فكيف أتحدث عن سعاد؟ يجيبونك هي تلميذة المجتهدة، ممتاز بارك الله فيكم. كيف أتحدث عن سعيد وسعود؟ طيب عن سعيد وسعاد، حتى يعرفوا أن المثنى سواء كان ساكانا مذكرين أو مؤنثين أو ذكرا وأنثى، كلاهما واحد. تمام؟ طيب ماذا أتحدث عن فاطمة وسعاد؟ وهكذا. طيب ماذا، كيف أقول الجملة إذا تحدثت عن جماعة الذكور؟ هم مجتهدون. طيب عن بنات، هن مجتهدة. بهذه الطريقة، بالتحويل. خلاص الآن الطلاب عددوها لك هذه الضمائر، وعرفوا استخدامها، ما الذي للمفرد، ما المذكر، ما الذي للمفرد المؤنث، ما الذي للمثنى، وهكذا. فلا تضع وقتك في التعداد النظري وفي فقط بيان القواعد نظريا، أنت تعلم اللغة. إذن هذا هو التحويل. أيضا عندنا مثلا أنت في المرحلة المتوسطة أو الثانوي تدرب على الأحرف الناسخة أو الناقصة كما يقولون، أو الأحرف المشبهة بالفعل. تمام؟ فالتحويل، كيف التحويل؟ يعني مثلا حول الجملة الاسمية، أدخل على الجملة الاسمية حرفا ناسخا واضبط بالشكل. حول الجملة من أن تكون ذات حرف ناسخ إلى أن تكون ذات فعل ناسخ. تمام؟ يفيد كذا، يفيد كذا، وهذا الشرط أفضل. تمام؟ نعم. أيضا التعليل، كيف هذه الكلمات مضبوطة بهذا الشكل؟ علل لماذا؟ يقول هذه صفة مجرورة، لأن الموصوف مجرور. انتبهوا إخواني الكرام، أيها المعلم، إذا قال لك الطالب بأنها صفة مجرورة، لا تكتفي منه بهذا، لا تكتفي منه تقول له لماذا مجرورة؟ ما السبب؟ لماذا لم تأتي مرفوعة؟ لماذا لم تأتي منصوبة؟ فأقول لك لأن الموصوف مجرور. الآن أحسنت، هذا هو الجواب. أما تقول لي أنها صفة مجرورة، الكلام غير دقيق، غير دقيق أبدا. اضبط هذه الكلمة، ضبطناها بالفتحة، لماذا؟ لأنها مفعول به.
اضبط هذه الكلمة، ضبطناها بالضمة لماذا؟ لأنها خبر، تمام؟ وهكذا. فإذا إما أن تعطيه كلمات مضبوطة ويعلل سبب الضبط، أو أن يضبط ويعلل معا. نعم. أيضا عندنا الإكثار من الاعتماد على الإجابات الفردية من جميع الطلبة في آن واحد، كيف ذلك؟ وهنا أقف عند مشكلة، كثير من المعلمين للأسف يأخذ الإجابات ولا سيما في دروس النحو، يأخذها من الطلاب المجتهدين فقط، بقية الطلاب إما أنهم يعني منتبهوا يعني ينظرون إلى المعلم وهم صامتون غير فاهمين، أو حتى يعني غير منتبهين أيضا، تمام؟ لأنهم لا يفهمون شيئا. فإخواني الكرام، قولوا للطلاب الأسئلة ستكون للجميع، كلكم سيجيب عنها. كيف؟ عندنا وسائل. فالذي يقول أنا أستخدم مثلا الآيباد، أقول له لا بأس، أنت حر. أنا أستخدم أوراقا، أنت حر. لكن أنا أنصحكم بالسبورة الفردية. السبورة الفردية، ما السبورة الفردية؟ السبورة الفردية إما أن يشتريها الطالب من السوق جاهزة، وهناك أنواع منها، وهناك أبسط من ذلك، أنا لا أفضل الشراء، تأتي بورقة بيضاء تسطرها سطرا طوليا وتضعها في كيس من النايلون مغلف كالذي نغلف به أحيانا الأوراق، أو يعني في ملف، يكون في ملف كيس نايلون شفاف. نعم، يكتب عليه الطالب بالقلم، القلم السبورة، تمام؟ بعض المعلمين الآن سيقول يا أستاذ السبورة الفردية هذه يعني تصلح للصف الأول الثاني الابتدائي يا أستاذ. لا حبيبي، هذه السبورة الفردية والله العظيم تصلح لكل الصفوف. الآيباد إخواني الكرام أحيانا يتعطل، تمام؟ ينطفئ، يتوقف. أحيانا يستخدمه الطالب في أشياء أخرى، تمام؟ يستخدمه في أشياء أخرى ضارة، يتلهى به. السبورة الفردية هذه أنت تستطيع أيها المعلم أن تستخدمها في كل شيء. كيف؟ مثلا تريد عنوانا لفقرة عرضتها، اكتب العنوان على السبورة وارفع. وأهم شيء في السبورة الفردية الرفع. تقول أنا أريد الإجابات من الجميع، الجميع ارفع، ارفع السبورة. فلان لماذا لم تجب؟ مباشرة سجلت في ورقة المتابعة، فلان لا 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 يعمل في الصف، لا يشارك، تمام؟ ممتاز، اقرأ عنوانك حبيبي، ممتاز. وهذه نقطة تشجيع، إما على اللوحة على السبورة أو في الدفتر، دفتر المتابعة. طيب، أعطيت 4 جمل، عددا من الجمل، وقلت للطلاب حددوا لي مثلا التشبيه التام فيها، أو حددوا لي أجمل عبارة، تمام؟ لا يشترط أن يكتبوا العبارة، يكتبون رقمها فقط. اكتب رقم الجملة الأجمل، أو رقم الجملة التي فيها التشبيه التام، اكتب رقم الجملة التي فيها الكناية، اكتب رقم الجملة التي فيها الحال، تمام؟ وهكذا في النحو، في البلاغة، في الفهم، في كل شيء. عفوا، في الفهم أعطيتهم بيتا من مثلا من الشعر، ما القيمة في هذا البيت؟ بدل أن تأخذها من الإجابة من طالب واحد فقط والباقي مستمعون، خذها من الجميع، اكتب القيمة على السبورة الفردية. أنت يا معلمة المرحلة الابتدائية دربت على كلمة مركبة، تمام؟ يلا اكتبوها، انقلوها نقلا أولا، ينقلونها، يعرضون، تأكدت من أنهم كتبوها كتابة صحيحة، ممتاز، أو عندهم أخطاء تصححين للمخطئ، يعيدونها مرة أخرى، كتبوها كتابة صحيحة، امسحوها. أنا آسف، عفوا، نكتبوها مرة أخرى إملاءا، تملينها عليهم، ثم ارفعوا السبورة، ارفعوا السبورة، لا لا ما أعجبتني الكتابة، امسحوا، انتبهوا إلي، هكذا تكتب، لا
لاحظوا هكذا تكتب الكلمة، رأيناها حفظناها كلوها بأعينكم جيدا، تمام؟ تمسحينها، يلا اكتبوها أو تغطينها ببطاقة أو كذا، تملينها مرة أخرى وهكذا. فهذه السبورة الفردية تصلح من لكل الطلاب من الصف الأول إلى الثاني عشر. وهناك مدارس طلبتها إليهم وطبقوها وحقيقة استفادوا كثيرا. طيب وضوح الكتابة المعروضة، هذا شيء مهم. يعني مثلا المعلم يقدم درسا جديدا، يعرض الكتابة بخط صغير من خلال مثلا السبورة الذكية أو كذا أو أي شيء، أو السبورة مشوهة أو كذا، لا نستفيد. لا بد من أن تكون الكتابة المعروضة واضحة. أيضا إجراء تقويم تحريري موجز في نهاية الحصة. نشرح هذه النقطة وننتهي اليوم إن شاء الله، ننتهي اليوم فقط نشرح هذه النقطة، وإن شاء الله لقاؤنا معكم غدا في الثامنة إن شاء الله. طيب كيف ننبه طلابنا؟ وهذه نقطة مهمة، يمكنك أيها المعلم أن تجريها في معظم حصصك أو في كل حصصك. تقول لهم في نهاية الحصة عندي سؤال تقويمي سريع وصغير، تمام؟ فانتبهوا جيدا. في حصة الفهم مثلا، انتهت الحصة في آخر خمس دقائق يكون عندك أوراق أو إن عندهم أوراق توزعها عليهم، يلا تعطي السؤال شفاهيا وتقول أجيبه، لا تكتب السؤال، لا تكتب السؤال، أجب مباشرة خلال دقائق وتأخذ الأوراق منهم، تمام؟ لا يكون اختبارك شفاهيا، شفاهيا سيجيبك طالب أو طالبان، كتابيا على أوراق. فهذه هذا الأمر يجعل طلابك ينتبهون إليك، لأنهم سيختبرون في نهاية الحصة وأنت تنبه إلى ذلك منذ البداية. منذ البداية الاختبار سيكون في آخر الحصة، في آخر خمس دقائق أو عشر دقائق. نكتفي بهذا إن شاء الله، ولقاؤنا غدا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا إخواني الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يكون في هذا اللقاء ما فيه الخير والفائدة في سبيل الرقي بعملية التعليم، تعليم اللغة العربية، هذا العمل الشريف الذي يعني يشرف كل من يعمل به. هذه إخواني الكرام قناتي على اليوتيوب، قبل أن أبدأ يعني أعرفكم بها لمن لا يعرف، بإمكانكم ضغط قوائم التشغيل هنا، هذه قوائم التشغيل فيها قائمة لإعراب القرآن وتفسيره وبلاغته ورسمه، قائمة للأدب والشعر واللغة، وقائمة لركن الدروس التعليمية فيها نحو وفيها بلاغة ونصوص متنوعة. هذه متفرقات، هذه تتعلق بمنهج الكفايات، هذه توجيهات عامة للمعلمين، توجيهات تربوية، هذه قصائد من المقررات الدراسية، وهذه لدروس البلاغة. هنا عندنا اختبارات، اختبارات متنوعة، متنوعة المستويات، يمكن أن يستفيد منها المعلمون الذين يريدون أن يتقدموا لاختبار القبول، يعني قبول العمل في التعليم، بالإضافة إلى فيديوهات شخصية. فأهلا بكم في زيارة القناة. طيب قبل أن أشرع بالإكمال، أعود فأنبه إلى بعض الأمور وأركز على بعض الأمور التي ذكرناها في الحلقة السابقة. أولاً ذكرنا أن المعلم قدوة، قدوة في كل شيء، ولا سيما في لغته، في تحدثه، وفي القراءة. فأنا قلت في القراءة الجهرية أنت قدوة لطلابك، تقدم لهم نموذج القراءة. أحياناً إخواني الكرام أجد في الميدان
أن بعض المعلمين يعني لا يقرؤون القراءة الصحيحة، بعضهم يقرأ ببطء وكأنه لم يقرأ الدرس من قبل. كيف أعددت للدرس أنت؟ إذا كنت تقرأ بهذا البطء فأين إعدادك؟ هذه أهمية الإعداد. الإعداد ليس مجرد كتابة، ليس مجرد كتابة، وإنما هي إعداد ذهني أولا وآخرا. الكتابة هي تثبيت، فيجب أن تقرأ لطلابك قراءة صحيحة معبرة واضحة مع الضبط. كيف يكون ذلك؟ بأن تستعد أنت للدرس. لا بأس أن أروي لكم حادثة من حياتي أنا عندما كنت طالبا في الجامعة. أنا كنت خاصة في السنة الرابعة، في السنة الثالثة والرابعة أيضا، كنت أقرأ موضوعات البحث على الطلاب، على زملائي. أذكر أن الدكتور عبد الكريم الأشتر، لا أدري إذا كان حيا أو ميتا، رحمه الله إن كان ميتا وأطال الله بقاءه إن كان حيا، قال للطلاب بعد أن انتهيت: لو كان عندي أكثر من 20 درجة لأعطيته. إنه كان يقرأ الموضوع وكأنه يحفظه، يعني لم تكن عيناي منصبتين على الورقة، على الأوراق، عيناي عند الجمهور. أنا فقط أحمل الورقة للتذكر، يعني أنظر إليها هكذا نظرا عابرا وألقي. وهكذا يجب أن يكون المعلم، لا أن يضع عينيه في الكتاب ويتعثر ويكون بطيئا أو كذا، هذا لا يجوز. الإعداد هنا مهم جدا. طيب، هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا ذكرت السبورة الفردية، وأؤكد أهمية المشاركة من الجميع إخواني الكرام. هذه السبورة الفردية تجعلك تأخذ الجواب من جميع الطلبة، بدل أن تأخذ الجواب من طالب واحد تسأل سؤالاً ويرفع إصبعه ويجيب، لا أبداً، الجميع يشارك وأنت تحاسب من لا يشارك. كيف تعرف؟ بعد أن يكتبوا تقول لهم ارفعوا السبورة، يعرضون السبورة عليك، وتعرف من كتب ومن لم يكتب، وتحصي أنت عندك. الذي أجاد تشجعه تعطيه درجات، تمام، أو يعني نقاط مشاركة. ما أعجبتك الإجابات أكثرها خطأ، تقول لهم لا لم تعجبني، امسحوها وفكروا بطريقة أخرى، أو تناقشهم في مثال آخر وتبين لهم، ثم تقول الآن اكتبوا الإجابة، اعرضوا. لابد بعد الكتابة من استخدام السبورة، من عرض السبورات، وتكون الكتابة بخط كبير طبعا وبأقلام السبورة. نعم، التكرار هنا كما قلنا مفيد. وبمناسبة التكرار، أقول لمعلمات المرحلة الابتدائية وبالذات للصفين الأول والثاني، أقول لها: السبورة الفردية هذه تنفعك كثيرا في تعليم الكتابة، كتابة الكلمات الجديدة، كلمات مركبة أو كلمات من الدروس. أولا ينقلها الطالب نقلا، وتتأكدين، يرفعون السبورات، تتأكدين أو تتأكد أيها المعلم أن طلابك كلهم قد كتبوا الكلمة كتابة صحيحة. عندك من أخطأ، إما أن تذهب إليه أو تناديه وتبين له: لاحظ حبيبي هكذا، أو تمسك له يده مثلا وتساعده وتقول: أعد مرة أخرى. بعد أن يصلوا جميعا إلى كتابة الكلمة نقلا عن السبورة وليس غيبا، كتابة صحيحة، ننتقل إلى كتابة الإملاء. عجبتني، امسح، قل يمسح، أريد سبورة بيضاء، ارفع سبورتك، الجميع يرفع، وتأكد أنهم مسحوا جميعا. انظروا إليها، هذه لاحظوا، بعضكم أخطأ هنا، نسي هذا الحرف، بعضكم وضع النقاط مثلا هنا، وهكذا رأيناها، تغطيها وتملي. فالتكرار فيها مهم جدا. طيب، مراحل الكتابة للصغار تعلمنا الآن، إذا قبل قليل ذكرناها، قلنا أخي الكريم أولا الطلاب ينقلون الكلمة نقلا، طلاب الصفين الأول والثاني خصوصا يعني، ثم يكتبونها إملاء، وفي نهاية، وهذا
يعني إملاء كما نقول يسمي إملاء منظورا. لماذا؟ لأنهم نظروها قبل قليل. في نهاية الحصة يمكنك أن تمليها غيبا بعد أن يعني ترى مدى تذكرهم للكلمات، تمليها عليهم غيبا. طيب هذا بالنسبة لي يعني تأكيد لبعض الأمور من الحلقة السابقة. وصلنا إخواني الكرام في الحلقة السابقة إلى هذه النقطة. قلنا يفضل أن يجري المعلم تقويما تحريريا في نهاية الحصة في النحو وفي غيره أيضا، لكن كنا يعني مجرى حديثنا كان عن النحو، قواعد النحو. كيف؟ سؤال واحد بسيط أو سؤالان، مثلا وظف كلمة كذا بحيث تكون مثلا صفة مرفوعة، وظف كلمة كذا بحيث تكون بدلا مجرورا، وهكذا. سؤال الجميع يجيب، فأنت تعرف بهذا السؤال وهم وأنت تنبه طلابك في البداية دائما في نهاية الحصة عندنا التقويم انتبهوا جيدا، هذا الأمر يجعلهم ينتبهون لدرسك لأنهم سيقومون وعليه درجات، عليه درجات ضمن المشاركات، ضمن إضعها في أي مكان مناسب من درجاتهم الشفهية. يعني هذه الأوراق ليست عبثا، تجمعها منهم في نهاية التقويم، تعطيها مثلا 5 دقائق للإجابة فقط. أنت بذلك تجعلهم يهتمون بالانتباه إليك، يهتمون بالمشاركة، وفي الوقت نفسه أنت تقيس جهدك، تقيس ثمرة عملك، ترى كيف يعني هل حققت ما تريد، هل فهم الطلاب المهارة، وهكذا. طيب نأتي إلى نقطة جديدة إخواني الكرام، هي الاهتمام بالإعداد الذهني والكتابي. طبعا الإعداد النفسي أولا، أن تكون جاهزا للدرس، تنسى همومك، تنسى تركز على الدرس. ثانيا الإعداد الذهني، الإعداد الذهني أهم من الكتابي. الإعداد الذهني يكون بقراءة الدرس وضبطه وتصحيح الخطأ فيه إن كان هناك خطأ، ولكن مع التأكد من هذا، تحليله، بيان محتوياته، قراءة ما وراء السطور فيه، مقارنته بالأهداف، أو إذا كنت أنت في المناهج التي أنت تضع أهدافك، تضع الأهداف المناسبة لدرسك، تضع الأسئلة المناسبة، هذا كله من الإعداد الذهني. أنت عندك مهارة، مثلا عندك إملاء، تحضر هذه المهارة، تعرف قواعدها كيف تكتب جيدا. يعني على سبيل المثال المعلم مثلا قال لطلابه مثلا مؤمن كتبت الهمزة على واو لأن ما قبلها مضموما. هذا الكلام فيه شيء من الصحة لكنه ليس دقيقا، ليس دقيقا. لو أنه راجع القاعدة جيدا وركز أسئلته لما أجاب هذه الإجابة. أنا أحيانا أقول للطلاب عندما يقول له المعلم هذا، أسألهم، أقول سئل كيف تكتب، فيقول أستاذ على واو. هم طبقوا كلام معلمهم لأنه قال لهم لأن الحرف الذي قبل الهمزة مضموم، وهنا سئل فعلا الحرف الذي قبل الهمزة مضموم، سو ضمة، لذلك هم طبقوا كلامه لكن طبقوه خطأ لأن الكلام غير دقيق، غير دقيق. لذلك لابد أن يقولهم نحن نقارن بين حركة الهمزة وما قبلها، مؤمن ضمة وسكون، والضمة أقوى من السكون، والضمة يناسبها الواو، لكن سئل ضمة وكسرة، الكسرة أقوى والكسرة يناسبها النبرة، وهكذا. لذلك أخواني الكرام الإعداد الذهني مهم جدا، تجهز قواعدك تماما، تجهز لها الأمثلة الصحيحة، تجهز لكل جانب من جوانبها الأسئلة المناسبة، ترتب هذه الأسئلة من أين تبدأ وما الذي يليه وما الذي يليه بعد ذلك، وهكذا ترتب أسئلتك حتى يكون يعني درسك متدرجا ومترابطا ومبنيا بعضه على بعض، وهكذا. والكتاب الإعداد الكتابي يأتي بعد ذلك، هو لتثبيت هذه المعلومات ولتثبيت الأمثلة ولتثبيت الأسئلة. بعض الإخوان في إعدادهم هداهم الله يقول مثلا أناقش طلابي في كذا، وظن نفسه قد أعد،
يا أستاذي الفاضل كيف ستناقشهم؟ هو مؤكد أنك ستناقشهم. أنا لا أريد منك أن تقول لي في الإعداد أناقش طلابي بهذا، أنت ستناقشهم طبعا. اكتب هذه المناقشة أو اكتب أهم نقاطها في الإعداد، هذا هو الإعداد الحقيقي. أما أن نقول والله أناقشهم في كذا وانتهي الأمر، كيف تناقشهم؟ هذا هو لب الإعداد، لابد أن يكتب. طيب، هناك بعض المعلمين يرتكبون خطأ فادحا في أداء الدروس. كيف؟ هم أعدوا لدروسهم إلكترونيا وكتبوا الأسئلة والإجابات، فيعرضون هذه الأسئلة والإجابات معها. كيف يكون ذلك؟ لا يستقيم هذا إخواني الكرام. لذلك أخي المعلم، إن كنت تتبع العرض الإلكتروني وتستخدم الإعداد، اجعل عرضا خاصا للمناقشة بدون إجابات. اجعل عندك نموذجين، صفحتين من الوورد مثلا، اجعل صفحة للأسئلة تمام او الامثلة، وصفحة للإجابات، وهكذا. لان وضع الإجابات مع المناقشة يفسد المناقشة. طيب، بعض المعلمين هو الذي يستنتج القاعدة، يقول لهم لاحظوا مثلا هذه الكلمة اسماء، هذه الكلمة اسم وهي منصوبة، وهي جواب كيف، وهي بينت حالة كذا، يعني هو يشرح لهم. هذا ليس هكذا. القاعدة تستنتج استنتاجا وتحلل. يعني مثلا لو أخذنا المهارة نفس هذه الحال مثلا، طيب أبنائي صغ سؤالا عن هذه الجملة، فيقول لك كيف مثلا عاد الجندي من المعركة، قل أجب، فيقول عاد الجندي من المعركة منتصرا. ممتاز، بارك الله فيك. أين جواب كيف؟ منتصرا، ممتاز. طيب، تأخذ كل هذه الأمثلة التي عندك، فيسأل بكيف ويجيب، وأنت تضع خطا بعد أن يحدد لك الكلمة التي هي الجواب، تضع خطا تحتها أو تلونها بالأحمر، تمام، الحال يعني لفظة الحال. الآن انتهينا من الأمثلة وحددنا فيها هذه الكلمات. طيب أبنائي، هذه الكلمات انظروا إليها، أسماء أم أفعال؟ واحد قال لك فعل. طيب حبيبي، هذا فيها تنوين، تمام، التنوين يكون للفعل، لا يكون، تتوصلون إلى أنها أسماء، تسجل إنها هي اسم، أول كلمة اسم. طيب انظروا إليها، مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة؟ فيقولون منصوبة، ممتاز، إنها هي اسم منصوب. طيب ماذا بينت في الجملة؟ هل بينت الذي فعل الفعل، الفاعل؟ لا، أين الفاعل هذا؟ ممتاز. طيب ماذا بينت إذن؟ بينت حالة مثلا الفاعل عند حدوث الفعل، أو بينت حالة المفعول به عند حدوث الفعل، وهكذا. إذن اسم منصوب هكذا يبين ماذا أبنائي؟ ممتاز، تأخذ من لسانهم وتجيب وتكتب. إذن القاعدة تستنتج استنتاجا من تحليل الجمل، ولا يفرضها المعلم من عنده فرضا. الآن نتناول أبرز طرق الأداء، أو بعض أبرز طرق الأداء، يعني لا أصلا أقول أبرز، وإنما من أبرز طرق الأداء. عندنا الطريقة الأولى مثلا عرض مشكلة والبحث عن حل لها. مثلا أنت تقول لهم قلت لفلان مثلا خالد ناجح، ويعني أراه مشككا بكلامي، لا يصدقني، ماذا أقول له؟ بما تنصحونني؟ مشكلة هذه، أراه مشككا. فيعطونك إجابات. هذا يقول مثلا قل له مثلا إن خالدا ناجح، ممتاز، جميل، سجلها. هذا يقول لك والله إن خالدا ناجح، بارك الله فيك، أحسنت، أيهما أقوى هذا؟ طيب، وهكذا. ومن قوله والله إن خالدا ناجح تبدأ درسك بالقسم. ما هذا؟ ماذا نسمي هذا الكلام والله إن خالدا؟ فيقول لك أستاذ يمين، ممتاز، أيضا حلف، طيب أيضا قسم، أحسنت، هذا يسمى أسلوب القسم، وهكذا.
تدخل منه وتبدأ بمناقشة الأمثلة. إذن هذه النقطة الطريقة الأولى، عرض مشكلة والبحث عن حل لها. أيضا في التعبير يمكنك أن تستخدم ذلك، عرض مشكلة ويبحثون عن حل لها. طيب الطريقة الثانية الاستنتاج، من أين؟ من خلال عرض أمثلة وطرح أسئلة متدرجة متكاملة حول المعنى الذي أدته المهارة فيها. يعني تعرض الأمثلة تمام، ثم تقول لهم مثلا أنت فرضا تدرب على الـ مثلا الفاعل، مثلا أين الفعل؟ كذا. ما زمنه؟ كذا. من الذي فعله؟ والله الذي فعله فلان. إذا الفعل قرأ، القارئ هو الفاعل، أين القارئ؟ فلان. ممتاز، هكذا. فمن خلال الاستنتاج تصل. طيب سعيد مجتهد، إن سعيدا مجتهد، ماذا فعلت إن عند دخولها؟ يستنتجون، تقول لك هنا كان هنا على الكلمة ضمة فصار عليها فتحة، ممتاز استنصبتها. فإخوان الكرام هذه طريقة أيضا من الطرق أن تحلل الأمثلة وتناقشها معهم. طيب أيضا عندنا طريقة أخرى، هي عرض أمثلة ثم محاكاتها. محاكاة كيف؟ مثلا تقول لهم لاحظوا أبنائي، خالد مجتهد، إن خالدا مجتهد، البحر واسع، إن البحر واسع. أعطوني أمثلة من عندكم، أعطوني أمثلة مثل هذه من عندكم. فيقول لك مثلا السماء زرقاء، إن السماء زرقاء، تمام. العلم نور، إن العلم نور. هات 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 هات، وشغل الصف كله، شغل الصف كله. لاحظ أننا لم نبدأ بشيء، لم نقل نواسخ ولم نقل تمام اسم إن وخبر، لم نقل ذلك. بدأنا هكذا، بدأنا هكذا. بعد أن تجريها على ألسنتهم تمام، تأخذ حرفا ناسخا آخر تمام. مثلا سعد مجتهد، علمت أن سعدا مجتهد، العلم نور، ها علمت أن العلم نور. بهذه الطريقة أخبرني فلان أن كذا. قل 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 قل، تأخذ أمثلة من طلابك وحاول أن تركز على الضعاف، خذ من الضعاف. ويمكن أن تكون الإجابات مثلا أحيانا إذا كانت قصيرة أو كذا على السبوة الفردية كما قلنا. هذه عن طريق ماذا؟ محاكاة الأمثلة. بعد ذلك بعد أن يحاكوها وتثبت بعضها، تسمي لهم المهارة، تسمي لهم المهارة. تقول لهم أبنائي لاحظوا معي، هنا البحر واسع، منع الجملة اسمية، صح بارك الله فيكم. أين المبتدأ؟ ما على ما إعرابه؟ مرفوع علامة رفع الضم. الخبر كذا تمام، مرفوع علامة رفع الضم. طيب ما الآن لهذا الحرف ماذا فعل؟ نصب الكلمة الأولى، نصب المبتدأ. الآن أبنائي نقول إن الحرف الناسخ، الحروف الناسخة تنصب المبتدأ، لكن لن نسميه مبتدأ الآن، سنسميه اسما لهذا الحرف. نقول اسم إن، اسم أن، اسم لكن، وهكذا. هل تأثر الخبر؟ لا، ظل مرفوعا، ممتاز. نقول هو خبر إن، كما قلنا اسم إن نقول خبر إن بهذه الطريقة. إذن بدأنا بماذا إخوان الكرام؟ بالمحاكاة، هذه طريقة. طيب أيضا عندنا إجراء تعديلات على الأمثلة أو تحويلها. مثلا المعلمة أو المعلم يعلم الأسماء الموصولة، بدل أن يقول لهم عدد الذي التي اللذان، لماذا نستخدم، لمن نستخدم الذي، لمن نستخدم القواعد الجافة. لا، ليس هكذا. نجح الطالب الذي اجتهد. طيب ضع كلمة الطالبة مكانها، مكان الطالب، فيقول نجحت الطالبة التي اجتهدت. طيب ضع، حول إلى المثنى المذكر، نجح الطالبان اللذان، وهكذا. فيستخدم كل الأسماء الموصولة تمام. طيب أبنائي هل يجوز أن أقول نجح الطالب الذي وأسكت؟ لا يجوز تمام، الله لا يجوز. فلذلك سميناه اسما موصولا، لأنه لابد له من صلة بعده تمام.
طيب هو مؤدب، أنت أيتها المعلمة تعلمين مثلا الضمائر المنفصلة للغائب مثلا، ماذا نقول؟ قلنا عن سعيد إنه هو مؤدب، ماذا نقول عن سعاد؟ هي مؤدبة، ممتاز. عن سعاد ومحمود، عن فاطمة وسلوى، عن سعيد وسعيد وأسعد، تمام. طيب ماذا أقول عن جماعة الذكور؟ ماذا أقول عن جماعة الإناث؟ بهذه الطريقة، فأنت بهذا جعلتهم يذكرون لك الضمائر، تمام، كلها، ويستخدمونها الاستخدام الصحيح. فإذا تكرر هذا عرفوا متى تستخدم، فلا داعي للقواعد الجافة، هو للمفرد المذكر، هي للمفرد المؤنث، لا داعي لهذه القواعد الجافة، وإنما بإجراء الأمثلة عليها. ونحن في الامتحانات لا نسأل من يستخدم هذا، وإنما نقول له حول الجملة هكذا. نعم. طيب أيضا مثلا لاحظوا معي هذا الفيديو للأفعال الخمسة، هو من قناتي على اليوتيوب. طبعا لن نراه كله، وإنما سنعرض شيئا منه. لاحظوا كيف أننا يعني ننمي لغة الطالب بالاستخدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الطلاب مع درس جديد في اللغة العربية. تعالوا معي نقرأ أنتم تدرسون. هل ماذا أقول؟ استخدموا هذا الفعل تدرسون هنا. صحيح، هم يدرسون. الفرق أننا جعلناه يبدأ بالياء. لاحظوا بالياء. هذا بدأ بماذا؟ بالتاء. وكلاهما فيه واو ونون. لاحظوا. وطبعا إخواني الكرام يمكن أن نقول لهم بما بدأ هذا، يقولون بالتاء، بما بدأ هذا بالياء، صحيح، بما انتهى كله منهما بالواو والنون. نعم. أنتما تدرسان. هما، صحيح، يدرسان. يدرسان. كلاهما في آخره ألف ونون. يدرسان. طبعا إخواني الكرام هنا أنا لأنني فيديو يعني أعلم فقلت هذا، لكن عندك وأنت في الصف تقول للطلاب بما ما الحرفان الأخيران في هذا الفعل، فيقولون الألف والنون، وهنا الألف والنون، ممتاز، لاحظوا التشابه. طيب بما يختلف هذا عن هذا، فيقولون هذا يبدأ بالياء وهذا يبدأ بالتاء، ممتاز. ولكن هذا بدأ بالتاء، هذا الذي فوق هذا بدأ بالياء. طيب أنت، نعم، تدرسين. تدرسين، هذا انتهى بياء ونون وليس له قرين آخر هنا. هذا تدرسون له قرين وهو يدرسون. تدرسان له قرين، يدرسان، لكن تدرسين هذه ليس لها قرين. طيب أبنائي هذه كم مثالا عندنا؟ خمسة أمثلة، صح؟ خمسة أمثلة. تعالوا نصب أفعالا أخرى على غرارها. من الفعل يقرأ، ماذا نقول؟ أنتم تقرؤون، هم يقرؤون، أنتما تقرأان، هما يقرأان، أنت تقرأين. طبعا في الفصل لا تقل أنت هذا، هم يقولون، تمام؟ أنت في الحصة هم يقول لك أنتم تقرؤون، هم يقرؤون، أنت اكتب لهم الضمائر وبجانبها فراغ وهم يملؤون. إلى الفعل يلعب، يلعب. أنتم تلعبون، نعم، هم يلعبون، أنتما تلعبان، هما يلعبان، أنت
تلعبين. فعل آخر يحفظ. أنتم تحفظون. هم ستدرسون. ضعوا هنا سوف. سوف. طبعا أنا حركت الفيديو قليلا يعني سرعته. وتقبل أدوات النصب والجزم. فإذا هي أفعال ماذا؟ مضارعة. لاحظوا الاستنتاج إخواني الكرام. أفعال مضارعة. لاحظوا الاستنتاج. هي أفعال اسماء أم أفعال؟ هي أفعال، ما زمنها مضارع، والدليل تقبل السين وسوف، ستدرسون، سوف تدرسون، وهكذا. ولاحظوا كيف أنها اتصل بها هنا واو الجماعة، في السطر الأول اتصل بها واو الجماعة، في السطر الثاني. طبعا أنت في الحصة لا تقل لهم لاحظوا أنه اتصل بها كذا، تمام؟ أنا هنا في الفيديو ليس عندي طلاب أمامي، تمام؟ لك أنت في الحصة تقول لهم ما الذي اتصل بها؟ هذه الواو على ماذا تدل؟ فيقولون على جماعة الذكور، أحسنتم، تمام؟ وهنا ما الذي اتصل بها؟ اتصل بها ألف الاثنين، تمام؟ يعني تسألهم ويستنتجون، لاحظوا الفرق إخوان الكرام، لابد أن تنتبه إلى هذا الفرق. هنا أنا بالفيديو ليس عندي طلاب، لكن أنت تسألهم ما الذي اتصل بها؟ فخذ منهم، لا تعطيهم شيئا إلا عند الضرورة، لا تقدم شيئا بالمناقشة، توصل إلى كل شيء بالمناقشة. نعم. اتصل بها ألف الاثنين، وهنا ياء المؤنثة المخاطبة يعني البنت. هنا مثلا تقول لهم طيب أبنائي، هنا أنا أخاطب من؟ أخاطب من؟ فيقولون تخاطب واحدة بنت. ما الذي دل على ذلك؟ الياء. إذن هذه الياء ماذا سنسميها؟ هل أسميها ياء المتكلم؟ ياء لا. ماذا أسميها؟ ياء المؤنثة. غائبة أم مخاطب؟ مخاطبة طبعا. إذن هي ياء المؤنثة المخاطبة. تجلسين، تلعبين، تدرسين، تخاطب أنثى. هنا اتصلت بهما واو الجماعة. الآن ماذا حدث في الفعل؟ حذفت نونه. ما السبب؟ لأن هنا إخوان الكرام بدأنا نناقش يعني حالات الجزم والنصب، تمام؟ أنا يعني حركت الفيديو سرعته، فبهذه الطريقة إخوان الكرام هذه واحدة. طيب هذه إذن الطريقة هنا إجراء تعديلات على أمثلة أو تحويلها، وهذه الأفعال الخمسة من ذلك. أيضا عندنا طريقة أخرى هي تقديم قصة طريفة ثم مناقشتها بما يخدم المهارة، وعندنا فيديو لهذا. هنا هذه بدر وأنيس، وبالمناسبة إخوان الكرام أنا في سنواتي الأولى هنا يعني عندما بدأت العمل هنا أعطيت نموذج درس، أو كنا نقول يعني درس نموذجي، أعطيت درسا نموذجيا كما كنا نسميها كذا. فاستخدمت هذه القصة، أنا ألفتها بين بدر وأنيس، يعني بدر وأنيس هذه من الشخصيات المسلسل افتح يا سمسم القديم، تمام؟ وكانت مضحكة وكذا، فأنا ألفتها، تمام؟ في قصة على لساني هذين، وطبعا نسيت القصة تماما كما كتبتها، فكتبت الآن من جديد بما يقاربها يعني حتى أصنع هذا الفيديو. وأخذت أقلدهما بأصواتهما، اسمعوا معي. ربما الصوت منخفض قليلا يا اخواني الكرام، لكن انتم تستطيعون ان تشاهدوا الفيديو عندكم ان شاء الله مشاهده كامله بصوت اعلى. حتى نستغل الوقت اقول القصه جرت بينهما يتحادثان، يقول انيس يقول لبدر اريد ان اذهب الى حديقه الحيوان الان، فيقول له بدر يعني حديقه الحيوان هذه الان مغلقه، وإذا ذهبت الآن سيمسك بك الحراس ويضعونك خلف قضبان الأقفاص مثلا، داخل الأقفاص.
وهكذا، أو يلقونك خلف قضبان السجن وهكذا. فبعد أن أنتهي أطرح أسئلة، أطرح أسئلة على الطلاب. لاحظوا أنني بدأت أناقش القصة بأسئلة ليست عبثية، وإنما بأسئلة بمتى وأين، معظمها بمتى وأين. لماذا؟ لأن درسنا هو ظرفاء الزمان والمكان، فتتعود آذان التلاميذ على الاستفهامين بهاتين الأداتين وعلى جوابهما، تمام، ويميزون الزمان من المكان. بهذه الطريقة يا أخواني الكرام أتابع المناقشة، فأقول لهم مثلا صغ سؤالا عن الجملة الأولى، أين جوابه، ونضع خطا تحت الكلمة وهكذا. طيب، إذن هذه طريقة من الطرق، عرض قصة مشوقة والسؤال عنها كما ذكرنا قبل قليل. طيب، أيضا عندنا تقديم نص لغوي، نص لغوي ثم مناقشته. ولاحظوا معي هذا الفيديو. اللغة العربية في مهارة جديدة، لن نصح عنها الآن، سنعرف اسمها في وقت مناسب. لاحظوا إخواني الكرام، ليس شرطاً أن تبين لطلابك عنوان المهارة من أول الدرس، ليس شرطاً، قد تبينها في الأول وقد تجعلها بعد ذلك في الاستنتاج، أنت تقدر هذا الأمر، أنت تقدر هذا الأمر. وفي كثير من الأحيان إخفاؤها وفهم المهارة أولاً ثم تسميتها هذا أفضل. لاحظوا معي الآن إخوتي وأبنائي، استمعوا إلى ما يأتي وسأسألكم عنه. طلعت شمس الصباح فرأيت أزهار الحديقة تبتسم في وجوه الناس، أما أغصان الشجر فكانت رائعة الرقص. بلا شك إخواني الكرام، أنتم من هذه الأمثلة عرفتم المهارة المضاف إليه، تمام؟ من الأمثلة، يعني لاحظوا أن حتى الإلقاء، حتى الإلقاء يساعد على فهم المهارة. مع غناء الطيور، من يستطيع أن يعبر عما سمع بأسلوبه؟ عبروا. طيب، إذن سنقول مثلا، واحد يقول مثلا بدأ هذا النهار جميلا فكانت الطبيعة فيه مصدر بهاء وإسعاد بتمايل الأغصان وتغريد
الطب يعني تقريبا. طيب تذوق عبارة مما سمعته أعجبتك. من يذكر عبارة فيها جمال أعجبته؟ نعم، فرأيت أزهار الحديقة تبتسم في وجوه الناس، تبتسم. بما شبهنا الأزهار أبنائنا؟ بإنسان، صح؟ كيف عرفنا؟ من كلمة تبتسم. طيب أيضا حركنا الفيديو قليلا. كانت رائعة الرقص مع غناء الطيور. طبعا في البداية أخواني الكرام لاحظتم بدأنا بالاستماع، أسمعتهم النص وسألتهم عنه. الآن نأتي إلى عرض النص هذا كما ترون وقراءته، يقرؤونه قراءة جهرية. نعم، مع الضبط. نقف على ساكن في الآخر فنقول مع غناء الطيور. لاحظوا هذا، هذه التراكيب أبنائي. شمس الصباح، هاتوا مثلها. نعم، أزهار الحديقة. تركيبا آخر، وجوه الناس. نعم، أغصان الشجر. أيضا رائعة الرقص. أيضا غناء الطيور. وكذلك مع غناء، مع غناء أيضا صحيحة. لاحظنا يعني هنا اثنتان، مع غناء أو غناء الطيور. هذه مع هذه تشكل تركيبا، هذه مع هذه تشكل تركيبا. طيب إذا لاحظنا هذه التراكيب، من يستطيع أن يقلدها؟ يلا قلدوا هذه التراكيب من عندكم. يعني مثلا أنا أبدأ لكم سقف ال، سقف الغرفة، ما به؟ كملوا الجملة. عال أو مرتفع، سقف الغرفة مرتفع. طيب استعرت قلم الطالب أو قلم زميلي أو قلم محمود. تمام، غرست مثلا طيب الآن نقرأ التراكيب الملونة ونراعي ضبط الكلمة الثانية منها، انتبهوا إليها. يلا فقط التراكيب وانتبهوا إلى ضبط الكلمة الثانية. يلا شمس الصباح، لاحظوا الكلمة الثانية ببعض بطارات بالكسرة، بالكسرة. أزهار الحديقة ببعض بطارات، نعم بالكسرة. وجوه الناس بالكسرة، أغصان الشجر بالكسرة، رائعة الرقص بالكسرة، غناء الطيور بالكسرة. نعم، غناء الطيور. طبعا إخواني الكرام لن نكمل هذا، نكتفي بهذا وننتقل إلى شيء آخر. فهذه طريقة، إذا نعرض النص، نعرض النص نناقشه بما يخدم المهارة. طيب ننتقل الآن إلى تدريس التعبير. هناك معلمون لا يحسنون استغلال حصة التعبير لاستغلال الأمثل، بعضهم يضيع جزءا كبيرا منها في إقراء الدرس المقرر من الكتاب، هذا مضيعة للوقت. بعضهم يأخذ وقتا في تسميع النصوص في هذه الحصة، بعضهم يضع الوقفات التي نطالب بها نحن، الوقفة العلاجية، وقفة الاستماع، وقفة التحدث، لكن ليست في حصة التعبير.
حصة التعبير اجعلها خالصة للتعبير، لا تناقشهم في موضوع الدرس المقرر ولا في المهارات النحوية التي درسوها ولا في كذا، وإنما كل ذلك كل الحصة يجب أن تركز على التعبير فقط. طيب الآن يسألني سائل يقول طيب أستاذ أنت تقول لابد من التكامل اللغوي، فكيف يكون هناك التكامل اللغوي؟ الحصة التعبير كلها تكامل اللغوي يتحقق من التعبير، يعني مثلا عندما مثلا يسمع التلاميذ التعبير من معلمهم ومن زملائهم هذا الاستماع، يتحدثون ويعبرون شفهيا، هذا تحدث، يقرؤون الموضوعات المكتوبة موضوع معلمهم المعروض أو موضوعهم أو موضوع زميلهم، هذه قراءة، يكتبون الموضوع مثلا بعد التصحيح هذه كتابة، يعني بمعنى آخر التكامل اللغوي لا تجعله من أشياء خارجية، كلها من ضمن حصة التعبير. كذلك من الأمور المهمة أن تكون الموضوعات مناسبة لسنهم، بعض المعلمين يختاروا موضوعات جافة أو موضوعات مثلا يعني لا يفقهون بها شيئا، موضوعات صعبة فكرية أو كذا، لماذا؟ نحن ليس هدفنا يعني أن نعرض معلومات علمية أو كذا، هدفنا أن نستخدم اللغة، أن نستخدم التعبير، لذلك أعطهم أشياء سهلة واجعل ألسنتهم تنطلق بلغة سليمة، هذا هو المهم، أشياء بسيطة معروفة ولكن المهم أن تنطلق الألسنة والأقلام بلغة سليمة، هذا هو المهم، لذلك حسن اختيار الموضوعات. نعم. وبالمناسبة أحيانا الموضوع نفسه أنت تتناوله في مستويات متعددة من الصفوف، لكن تتناوله في كل صف حسب مستواه، يعني أنت تتناول مثلا بر الوالدين في الصف الابتدائي الثالث الابتدائي مثلا مختلفا عن السادس مختلفا عن الثامن وهكذا. طيب أيضا لابد من الجمع بين التعبيرين الشفهي والكتابي، أحيانا إخواني الكرام أجد حصصا للتعبير تخلو من التعبير الشفهي، غريبة يعني هذه غريبة، المعلم فقط يعرض موضوعا من موضوعات طلابه وقد لا يعرضه أمامهم، فقط يعرضه شفهيا يعني يقرأه الطالب ثم يأخذ بأن يسألهم عنه وهم يجيبون بكلمة عن السؤال فقط، يطرح عليهم سؤال هل الموضوع جيد؟ نقول نعم. طيب زميلكم وفى الموضوع الفكر حقها؟ نعم. وكذا يعني أسئلة لا تسمن ولا تغني من جوع وإجابات قليلة من الطلبة، وأين التعبير الشفهي؟ لا يوجد، غريب أخي الكريم، التعبير هذا قسمان شفهي وكتابي، لابد أن يقول الطالب الموضوع شفهيا في الحصة، طبعا لا أقول أن يتحدث الموضوع الطالب موضوعا في موضوع كامل، وإنما هذا يقول فقرة وهذا يقول فقرة أو يقول نصف فقرة حتى من يكمل، يعني مثلا طالب من الطلاب بدأ يتحدث في الفكرة الأولى من الموضوع تمام ولم تنتهي بعد، لما تنتهي فيقول يكفي حبيبي، من يكمل كلام زميله في هذه الفكرة؟ انتهت تمام؟ الآن الفكرة الثانية من يتحدث؟ هكذا. طيب أيضا لابد أن يقدم المعلم نموذجا قدوة لطلابه في التعبير، أنت تعد موضوعا تكتبه بنفسك أو تختاره أو كذا، المهم أن يكون فعلا موضوعا صحيحا، موضوعا مناسبا وصحيحا لغويا وجيدا في السبك، تعرضه على الطلاب فتناقش معهم المهارة من خلاله، يعني تسألهم تقول لهم من يقرأ مثلا رأس السؤال رأس الموضوع، ما الفكرة المطلوبة، يلا تعالوا نحللها، أين الفكرة الأولى أين الثانية في الموضوع أين الثالثة، هل عندكم إضافات، ما رأيكم، إلى آخره. طيب فلابد من موضوع يقدمه المعلم. أيضا الانطلاق في التعبير إخواني الكرام، حتى وإن قررت وزارة التربية أنه لا جهد ذاتيا في الدراسة ففي التعبير بالذات لابد منه، هذا مستثنى، التعبير يستثنى من هذه القاعدة، الجهد الذاتي ضروري للتعبير، فأنت أعطيتهم مثلا سؤالا معينا في مهارة معينة وقلت لهم اكتبوا فيه في الحصة، تعرض موضوعك
تمام؟ أو تعرضوا موضوعهم أولاً، تعرضوا موضوعاتهم أولاً واحداً أو اثنين، تمام؟ وتناقش، ثم تعرض موضوعك ويقارنون، أو العكس، تبدأ بموضوعك أو موضوعاتهم، لا مشكلة، مرة هكذا مرة هكذا تنوع لا بأس. فيقارنون بين الموضوع الذي كتبه بعضهم وبين موضوعك أنت، وتنبههم إلى الاختلافات وإلى محاسن موضوعك ومساوئ مثلاً أو يعني سلبيات موضوعاتهم. نعم، وطبعاً تشيد بالإجادات أكيد، يعني تشيد بالإجادة بلا شك. طيب، فالانطلاق من جهد ذاتي ضروري. العمل على عرض الموضوع المستهدف مرئياً ومسموعاً. الموضوع الذي تعرضه سواء كان موضوعك أو موضوع الطلاب من جهد الذاتي لابد أن يعرض. كيف؟ القراءة وحدها هكذا شفهياً وهم يسمعون هذا قليل الفائدة جداً جداً جداً، لابد من أن يعرض مرئياً بالطريقة المناسبة. في القديم نحن كنا في هذا كنا نستخدم جهاز العرض العلوي، هذا الذي كنا نضع عليه الصفيحة الشفيفة، تمام، ونعرض. صحيح أنه الآن صار قديماً أو كذا، لكن كان مفيداً وفعالاً. نعرض كتابة التلميذ كما هي، فاستخدم أنت ما تراه مناسباً من تقنيات حديثة. المهم ليس المهم ما تستخدم، المهم أن يكون الموضوع معروضاً أمامهم، تمام، حتى يحللوه. طيب، أيضاً إخوان الكرام، قضية المناقشة، مناقشة التعبير مهمة جداً. بعض المعلمين لا يحسن المناقشة، فقط يسألهم هكذا، هل يعني أجاد الطالب في كتابته؟ يقولون نعم، ممتاز، وينتهي الأمر. هل هناك أخطاء إملائية ونحوية وكذا، يصححون بعضها وهكذا انتهى الأمر عندهم. لا يجوز. أولاً كيف تناقش؟ أولاً تنطلق من رأس الموضوع، تقول لهم من يقرأ السؤال، سؤال رأس الموضوع، حددوا لنا ما المطلوب فيه، يقولون كذا وكذا وكذا وكذا، تمام، هذه الفكرة. طيب عفواً. طيب، هل بدأ زميلكم بمناقشة الفكرة مباشرة، أم أو بدأ زميلكم بمناقشة الفكرة مباشرة، أم وضع مقدمة؟ وضع مقدمة، ما هي؟ تمام، وهذا أفضل، تمام، بارك الله فيك حبيبي. لاحظوا، زميلكم اهتم بوضع المقدمة، انتهينا من المقدمة. طيب، الآن الفكرة الأولى من أين بدأت وأين انتهت؟ والله بدأت هنا وانتهت هنا. طيب، هل عندكم إضافات تثري هذه الفكرة؟ فيقدمون إذا كان هناك إضافات، تمام؟ أو إذا كان عندك، هم لم يعرفوا، أنت تضيف إذا لم يعرفوا، تمام؟ بهذا الشكل أنت تثري الفكرة. طيب، أيضاً مناقشة الوفاء بالعناصر. إذن مناقشة الفكر، كل فكرة وحدها، الفكرة الأولى تنتهي منها، تنتقل إلى الثانية، إلى الثالثة، إلى الرابعة، حتى تنتهي من هذه الفكرة وإثرائها. طيب، تناقش الوفاء بالعناصر الفنية، يعني مثلا أنت تناقش مهارة الرسالة، لكن لا تسرف بالشكليات، وهذا ما سنذكره بعد قليل، وإنما يعني تركز على العناصر الفنية المهمة، مثلا في مثلا التلخيص، مثلا تركز على أن اللغة مباشرة، تمام، ليس فيها خيال، تركز على عدم نسيان النقاط الهامة، تركز على الكلام بأسلوب الطالب، تمام، وهكذا على بشكل عام. طيب، أيضا عندنا نناقش الأسلوب من حيث الفصاحة والوضوح وترابط الجمل وتسلسلها. نأتي إلى الفقرة الأولى. أبنائي، في الفقرة الأولى هناك كلمتان مثلا عاميتان أو رهيكتان، من يستطيع تحديدهما؟ ما عرفوا. هو الكلمة الأولى في السطر الثاني مثلا، طيب الكلمة الأولى في الجملة كذا، تساعدهم هذه. من عنده كلمة أفضل؟ يقدمون، أحسنتم، وتصححها، تكتبها، تضع سهما، تمام، على اليمين، وتكتب الكلمة في دائرة. طيب، هل استطاع زميلكم أن يوضح الفكرة بأسلوب واضح أم هناك غموض؟ والله هناك غموض أستاذ. طيب، من يعيد الصياغة؟ تمام، هكذا. ترابط الجمل، ما رأيكم بين الجملة، هذه الجملة وهذه الجملة، هل استخدم الأداة الربط المناسبة؟ تمام؟
طيب ما رأيكم أيهما أفضل، أن تكون هذه الجملة أولاً أم هذه أولاً؟ ولا سيما إذا كنت كان مثلاً يتحدث عن قصة أو مثلاً يتحدث عن تقرير وصف رحلة أو كذا، تمام؟ لابد من التسلسل. نعم. ومدى النجاح في اختيار الألفاظ والتعابير، ما رأيكم؟ هل وفق زميلكم في اختيار هذه الكلمة هنا؟ أم عندنا كلمة أفضل؟ هي فصيحة طبعاً، لأن تركنا الفصاحة جانباً، تركنا حس لأن نركز على اختيار الكلمات. يعني مثلاً بدلاً ذهبت إلى مثلاً المحل وكان الرجل يذبح مثلاً الخراف، ذهبت إلى محل فلان ليشتري اللحم وكان الرجل يذبح الخروف. طيب ما رأيكم بالرجل هنا؟ أليس هناك كلمة تناسب هذا الموقف؟ يقول نعم الجزار، بارك الله فيك، أحسنت. إذن هناك كلمات تكون أكثر تعلقاً في مكانها من كلمات أخرى. طيب استخدام الخيال، ما رأيكم أين استخدم زميلكم الخيال؟ في أي العبارات هنا؟ هل كان موفقاً؟ أحياناً الخيال يكون مبتذلاً، يعني يكون مقحماً إقحاماً لا فائدة منه، تمام؟ فنميز بين الخيال الذي أفاد العبارة وأفاد الموضوع وأعطى معنى جميلا وبين الخيال المصطنع الذي ليس الهدف منه إلا مجرد الخيال فقط. طيب أيضا عندنا مناقشة علامات الترقيم، تمام؟ أين انتهت الجملة الأولى هنا؟ هل زميلكم وضع زميلكم فاصلة هنا؟ هنا انتهينا من فقرة، ماذا وضع زميلكم؟ هذا استفهام أليس كذلك؟ ما العلامة التي نضعها؟ وهكذا. طيب عندنا السلامة اللغوية النحوية والإملائية. طيب أبنائي هنا في الفقرة الأولى في السطر الأول هناك خطأ نحوي أو خطأ إملائي، من يستطيع اكتشافه؟ لماذا حبيبي هذه خطأ؟ تمام؟ ما الصواب؟ وهكذا. طيب انتهينا من مناقشة الموضوعات. قبل أن أصل إلى جودة تصحيح موضوعات الطلبة أركز إلى شيء، أنبه إلى شيء مهم. الكتابة في الحصة، في حصة التعبير، أنت بإمكانك أن تراوح بين طرق مختلفة. الطريقة الأولى أن ينقل الطلاب موضوعك النموذجي الذي قدمته في الحصة بعد مناقشته طبعا ومناقشة الموضوعات. الطريقة الثانية أن ينقلوا موضوعا من موضوعات زملائهم الذي ناقشته أنت وصوبته، وطبعا التصويب مكتوب على السبورة، تمام؟ مكتوب من خلال دوائر، سهم ودائرة، سهم ودائرة وكذا. وقبل أن يكتبوا طبعا ماذا تقول لهم؟ من يقرأوا النص، يقرؤون الموضوع ولا يقرؤون الخطأ، يقرؤوا مع التصويب، اقرأوا الموضوع وعندما تصل إلى الخطأ الذي تحت الخط لا تقرأوا، اقرأوا الصواب هكذا. وقد تدربهم أخي الكريم على تذكر هذا الصواب. كيف؟ تقول لهم انظروا أنا سأمسح، تمسح هذا التصويب في بعض الأماكن وتقول لهم يلا اقرأوا الآن، تتبعوا الخط تحت الخطأ، وعندما يصلوا إلى الخطأ يتذكرون الصواب. وفي هذا تثبيت للمهارات والمعلومات في أذهانهم، في أذهان الطلاب، تمام؟ يقرؤون هذا الموضوع المصوب ويصلون إلى الخط العبارات أو الكلمات التي تحتها خط ويتذكرون الصواب الذي صوبت ويقولونه، وفي هذا تثبيت للمهارات في أذهانهم. طيب نأتي الآن إلى إذا قلنا عفوا أن ننقل موضوع المعلم، الطلاب يقول موضوع المعلم أو ينقلون موضوع زميلهم. الطريقة الثالثة في التصويب أن ينشئ التلاميذ بإشراف المعلم موضوعا جماعيا في الحصة على السبورة. من يبدأ الجملة الموضوع بجملة من عنده؟ تأخذ جملة، تضع فاصلة، من يكمل؟ من يكمل؟ من يكمل؟ وهنا ألفت النظر إلى شيء مهم. أحيانا بعض المعلمين يتخذوا هذه الطريقة، ولكن للأسف يأخذ كلمة من الطالب ويكمل هو الجملة، يأخذ كلمتين من الطالب ويكمل هو الجملة. دعه يكمل يا أخي، حتى وإن أخطأ اكتب أنت الخطأ من لسانه كما قاله، ثم ناقشه بهذا الخطأ وصوب حتى يستفيدوا، حتى يستفيدوا. اكتب الجملة كما قالها ثم ناقشه جملة جملة. يا سيدي اكتب نصف موضوع بهذه الطريقة، لا يشترط الإكمال. المهم أن تعالج اللغة، أن تعالج طريقة التعبير. يعني الموضوع فيه فقرتان، لو كتبت فقرة واحدة عن الفكرة الأولى بهذه الطريقة وأخذوا يعطونك الجمل وأخذت تكتب وتناقش وتصوب ويصوب، تمام؟ هذا ممتاز، ممتاز. نحن نعلم اللغة، لا نعلم مجرد حفظ أفكار،
حتى يتمها الطالب. يعني المهم الكيفية وليس الكمية. طيب نأتي الآن إلى تصويب موضوعات الطلبة. إخواني الكرام، رجاء لابد أن يصحح المعلم الموضوع. كيف يصححه؟ طبعا أقول أولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونحن نركز على المهم، نركز على المهم. عفوا، إيه إن شاء الله، يقول يذكرني بعضهم بالوقت. طبعا أنتم في حل إخواني، أنا سأستمر قليلا حتى أنتهي، فمن ليس يعني عنده القدرة على المواظبة أكثر من الوقت فلا مشكلة، ينصرف يعني محوسا بعين الله تعالى، لكن أنا سأكمل إن شاء الله حتى وانتهت الساعة. طيب فكيف تصحح لهم؟ تنظروا إلى أهم الجمل التي فيها يعني أخطاء، ولا تكتفي رجاء لا تكتفي بالأخطاء الإملائية والنحوية. صوب لهم الأسلوب، الأساليب، صوب لهم الفكر. مثلا هناك شيء مهم لهذه الفكرة لابد من إشباعها، تضع له مثلا تقول لابد من إشباع الفكرة بمثل كذا، تكتب له جملة، تمام، تحصل له جملة بين قوسين فيها عدد من الأخطاء وتصوبها له، وهو أنت تصححها له وهو يصوب بعد ذلك، تمام. هذه متابعة التصويب رقم 10. إذن أنت تصحح له بعض الجمل، تحصرها بين قوسين وتكتب الصواب له فيها، وهو ينقل الصواب على اليمين، على يمين الصفحة. نعم، هذه طبعا لموضوعات التقويمية إخواني الكرام التي يكتبها التلاميذ لأنفسهم. طيب لابد من الاهتمام بجوهر المهارات. موضوع الرسالة هذا كثيرا ما يزعجني عند بعض المعلمين، فإنه يظن أن هذه الشكليات التي تكون هذا هي الأساس، فيضيع معظم وقته في أن يذكر الطالب هذه العناصر، البسملة، التاريخ، الكذا، التوقيع، يعني هذه شكليات ليست أساسية في اللغة. ولا لا تنسوا أننا الآن أصبحت الرسائل مختلفة، من منا الآن يكتب هذه الرسائل التي يعني يستخدمها كذا، تمام. فأنت ركز على اللغة، ركز على اللغة، هذه يعني لا تضع وقتك فيها، تمام، أعطيها أقل الوقت. في التصحيح إخواني الكرام لابد من وضع الدرجات، يعني هذه الشكليات من 10 درجات على الأكثر تضع له درجتين فقط لهذه الشكليات، وثماني درجات للغة ولمضمون الرسالة. أما والله أنه نعطيه نصف الدرجة لأنه كتب البسملة وكتب التوقيع وكتب الخطاب وكذا والسلام والتاريخ والعنوان، لا يجوز هذا. طيب إخواني الكرام، بناء على ذلك أقول لابد من تقدير درجات التعبير تقديرا دقيقا. أنت عندما تضع درجات عالية الطالب لا أصلا لا يهتم، يقول أنا جيد التعبير، وعندما تحاول أن تعطيه درجة صحيحة أو في الامتحانات يأخذ درجة حقيقية يفاجأ، يقول لماذا أنا درجتي، أنا دائما أخذ مثلا 9 درجات من 10 درجات، لماذا الآن أخذ 6 درجات فقط، تمام. في الواقع أن التصحيح لم يكن دقيقا من قبل، لابد من الدقة. طيب بالنسبة لتعليم دروس القراءة والنصوص، إخوان الكرام، كثير من المعلمين خاصة المناهج التي فيها يعني الأهداف موجودة وموضوعة من قبل وزارة التربية مباشرة يسأل أسئلة الأهداف ويضع ويصل إلى الإجابات، وفي الغالب يقول الإجابات هو، قلما نجد يعني المعلمين يهتمون بأخذ الإجابات من طلابهم وتثبيتها، وإنما يأخذ منهم إجابات هكذا قليلة وكذا أو غير صحيحة ويضع هو الإجابة الصحيحة. إخواني الكرام، لابد من إقراء النص أولا، إقراء النص قراءة صحيحة، قراءة يقولونه قراءة صحيحة، ثم تحليل النص، شرح النص. إذا استطعت أيها المعلم أن تصل بطلابك إلى فهم النص فثق تماما أنهم سيجيبوا عن أسئلة الأهداف كلها أو معظمها على الأقل. فابدأ أنت بمناقشة فهم النص، ابدأ بيتا بيتا، سلهم عن المعاني، سلهم عن أسئلة عن هذه الأبيات بيتا بيتا حتى يفهموا النص كله، ثم بعد ذلك اطرح أسئلة الأهداف كما تشاء تصل إليها إن شاء الله. طيب
إخوان الكرام، لابد من ربط المهارات بالنص. كيف أنت تناقش مهارات يعني مثلا مثل القيمة، مثل الشعور والفكرة وكذا، العنوان، لابد من ربطها بالنص. يعني القيمة، قل له حدد البيت الذي حمل هذه القيمة، قل له حدد البيت الذي حمل هذا الشعور، ليس فقط أعطني شعورا من النص وينتهي، قل له هات مواضع تحمل هذا الشعور، هات مواضع تحمل هذه القيمة، الفكرة في أي موضع جاءت. اقرأ لنا العبارة، وحاول أن تجعل الطلاب يميزون صياغة الفكرة، أن تكون بأسلوبهم، لا أن تكون نقلا من النص نفسه، أن تكون بصياغتهم. إذا أعطاك الطالب يعني فكرة مناسبة ولكن ألفاظها من النص، قل له غير فيها، صغها بأسلوبك. طيب، أيضا بالنسبة لي الثروة اللغوية، إخوان الكرام، التوظيف مهم جدا في كل شيء ولا سيما في الثروة. مهم جدا هذه النقطة، لابد من سياقات لغوية. أرى بعض المعلمين في هذا الزمان فقط يعطون معاني الكلمات هكذا وهي في الهواء معلقة. كيف؟ كثير من الكلمات لها معاني مختلفة، السياق هو الذي يحدد معناها. إذن كل ألفاظ الثروة اللغوية لابد أن تأتي بها في جمل ثم تناقشها، ولا سيما الكلمات التي تريد أن تناقش معناها أو المترادفة معها. قل المترادف مع كلمة كذا، ولا تقل مترادف كذا، المترادف مع كلمة كذا. طيب، الإملاء، إخواني الكرام، في الإملاء لابد من إعطاء مفاتيح بسيطة للقواعد، تمام؟ أحيانا المفاتيح تكون على شكل جداول منظمة، تمام؟ أحيانا تكون على شكل يعني شرح أو كذا. يعني على سبيل المثال، الهمزة المتوسطة تبين لهم أنك تقارن بين حركة الهمزة وما قبلها، الهمزة المتطرفة تبين لهم أنك تنظر إلى الحرف الذي قبل الهمزة، تمام؟ مضموم على واو، مفتوح على ألف، ساكن على السطر، مكسور على نبرة، وهكذا. أحيانا طريقة شكلية، التاء المفتوحة والمربوطة، تضع جداول، معلمة، معلمات، كاتبة، كاتبات، مخلصة، مخلصات، مهندسة، مهندسات، حق الآخر، كتبت، كتبت، كتبتي، كتبت، جلست، جلست، جلستي، جلست، الأفعال، تمام؟ وهكذا. الكتبة، الحفظة، مثلا السعاه، الرماه، كذا، جمع تكسير، تمام، ينتهي بها، تاء مربوطة يعني، وهكذا. فلا بد من إعطاء المفاتيح البسيطة. لا بد من الإكثار من النظائر من المعلم ومن التلاميذ، يعطونك النظائر لهذه المهارة. التدريب الشفهي، كيف؟ يعني مثلا أنت دربت على الهمزة المتوسطة وعرفوا أنهم يقارنون بين حركة الهمزة وما قبلها، تكون أنت قد أعددت قائمة بكلمات كثيرة تلقيها شفهيا، ولا تناقش إلا إذا أخطأ الطلاب، هم عرفوا القاعدة. تقول لهم مثلا بأس فيكون على ألف، بؤس يكون على واو، بئس على نبرة، تمام، هكذا. لا تتوقف إلا عند الخطأ. إذا أخطأوا تكتب الكلمة، تقول لهم اضبط هذا الهمزة، اضبط ما قبلها، قارن أيهما أقوى، وهكذا. لكن طالما أنهم يجيبون إجابات صحيحة انتهى. جاء أصدقائك، كيف؟ رأيت أصدقائك، كيف؟ مررت بأصدقائك، وهكذا. شفهيا تكون قد أعددت قائمة كبيرة تسأل عنها شفهيا. والسبورة الفردية أيضا تختم هنا، تمام؟ يلا اكتب كلمة كذا، اكتب كلمة كذا، اكتب، ارفع اللوحة، ممتاز، بارك الله فيكم، أنت أخطأت فلان، ها، ما حركة الهمزة، ما حركة ما قبلها، تمام، أيهما أقوى، كيف نكتب، صوب. وطبعا لابد من التدريب الكتابي، قطعة إملائية تمليها على الطلاب. التصويب ومتابعة التصويب، طبعا أنت تصوب للطلاب النص الأخطاء، أو تقول لهم تعرضوا مثلا في الحصة القادمة، تعرض عليهم النص السابق، النص الإملائي السابق، وتقول قبل أن نبدأ إملاء اليوم افتحوا، أنا وضعت لكم خطوطا تحت الخطأ، صوبوا، كلما رأيت كلمة تحت خط فاكتب الصواب على اليمين، تمام، هكذا النص أمامهم. طبعا وأنت تتابع التصويب بعد ذلك حتى تحاسب من صوب ومن لم يصوب. عندنا وقفات لغوية، عندنا الوقفة العلاجية. إخوان الكرام، يجب أن تراعي في الوقفة العلاجية الأمور المهمة. بعض المعلمين يجعلها شكلية عنده
ويناقش مهارة سهلة، سهلة جدا. طيب إذا كانت سهلة والطلاب يعرفونها، لماذا تضيع الوقت فيها يا حبيبي يا أخي؟ لماذا تضيع الوقت إذا كانت المهارة سهلة؟ خذ ما يصعب عليه، يصعب على الطلاب، ما يتعثرون فيه. أحيانا المهارة فيها جوانب سهلة وفيها جوانب صعبة، فيأخذ الجانب السهل. يعني مثلا فرضا حدد مثلا أسلوب التعجب من الجمل الآتية فقط، تمام؟ هم يحددون أسلوب التعجب سهل عندهم، فلماذا تختار هذا؟ اختار شيء آخر، قل لهم حللوا أسلوب التعجب، تمام؟ أو تعجب من كذا، ركز على الأهم. ولا تطل في الوقفة العلاجية، حاول أن تجعلها مركزة وفي نقطة واحدة. طيب، وقفتا الاستماع والتحدث. طبعا الاستماع المقصود به أن يستمع الطالب إلى نص ما، قد يكون خارجيا، قد يكون بيتا من الشعر أو حديثا أو حكمة تلقيها عليهم وتسألهم عنها سؤالا أو سؤالين بالأكثر، فهذا لقياس الاستماع. ولكن طبعا أسئلة الاستماع لابد فيها من الدقة، بعض المعلمين لا يحسن صياغتها. كيف؟ أنا أعطيكم مثالا، أنت أسمعتهم نص مثلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سأل المعلم طلابه هل التعاون فائدة؟ ما فائدته؟ هذا كله لا فائدة منه، لأنه لا يقيس فهما للاستماع. لكن قل لهم بما أمرنا الله في 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 في, في, في الآية الكريمة، تمام؟ فهنا الذي لم ينتبه إليك أو دخل الآن متأخرا ولم يسمع لن يستطيع الإجابة. لكن لو قلت له التعاون مفيد أم لا، سيقول لك مفيد. ما فائدته؟ سيجيبه من عندك، من عنده، من فهمه، تمام؟ فالاستماع لابد أن يكون أسئلة لا يستطيع الإجابة عنها إلا من استمع. هكذا التحدث. المقصود بالتحدث إخواني الكرام، طبعا هناك في الحصة دائما هناك تحدث، لكن هنا المقصود به التعبير الشفهي. يعني مثلا طالب يقف ويحدثك عن شيء مهم، من يحدثنا عن خبر طريف سمعه في دقيقة واحدة مثلا أو في دقيقتين وهكذا. ويكون من الجيد جدا أن تربط التحدث بمهارة معينة، من يستطيع أن يتحدث في كذا ويستخدم المفعول المطلق مثلا ولو مرة واحدة في جمله، تمام؟ هكذا. طيب، هذا هو لقاؤنا اليوم، انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه الفائدة. إذا كان أحد عنده سؤال فليتفضل، سؤال أو تعليق أو أي شيء فليتفضل. طيب، لا بس أشكر لكم حضوركم إخواني الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور.